مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كلام في سرك على الهواء مباشرة، بحلقة مننتظر مشاركتكم فيها بفاعلية كبيرة، واللي رح بيكون موضوعها الرئيسي والأساسي الطلاق بالمجتمع المصري. لماذا نلجأ للطلاق وكيف بتم بالعادة ومين هن ضحايا؟ هل من الأفضل الاستمرار بزواج تعيس من أجل الأطفال؟ كل هالأسئلة هي على طاولة النقاش والبحث بحلقة الليلة. يسعد لي مساكم جميعا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وتحياتي كمان إلك مروان. يسعد لي مساك. مساء الخير يا رغدة. مساء النور. مساء الخير على الناس اللي قاعدين متابعينا في كل مكان، وحب أفكر الناس تاني زي ما رغدة قالت بالظبط إن إحنا النهاردة معاكم على الهواء مباشرة، يعني كل الناس اللي قاعدين على جميع مواقع التواصل الاجتماعي تقدروا تبعتولنا دلوقتي حالا على فقراتنا، وحلقة خاصة جدا جدا عن الطلاق. ويعني أعتقد الموضوع بقى شائع في مصر جدا، وجالنا مسجز كتير قوي بتتكلم في الموضوع وبتتكلم في تفاصيله، فده دفعنا إن إحنا نعمل لكم حلقة مخصوصة على الموضوع ده عشان كل واحد فيكم عنده كومنت أو عنده تجربة حابب إن هو يشاركنا بيها، عنده سؤال في حاجة معينة حابب إن إحنا نتكلم فيها يقدر يشاركنا من خلال الحلقة دي. فخليني في الأول كده أقرأ لك كام مسج سريع الناس بعتنهم لنا على البرنامج. معك. يعني في عبد الرحيم القفاص بيقول البرنامج كتير حلو ورائع، ورغدة متألقة، ومروان رائع وسبيشال، شكرا ليك جدا. وفي محمود المراغي بيقول برنامج جميل ومميز وبيطرح موضوعات شائقة للغاية في شكل وأسلوب واضح ورائع وكلام في سرك. وعارفه يا رغده في ناس دلوقتي لفت نظري، في ناس بقوا مكتبين يا جماعه اسم بروفايلهم كلام في سرك. حلو. فخلينا نوجه لكم تحيه ومبسوطين بيكم جدا ومبسوطين بالتواصل الخطير اللي انتوا عاملينه معانا. والنهارده كده خليني اقول لكم في اول الحلقه وفي اول فقره في البرنامج النهارده اقول لكم السؤال اللي انتوا هتجاوبون عليه للفقره الاولى في البرنامج. السؤال بتاعنا هو هل من الافضل البقاء بزواج تعيس او طلب الطلاق؟ لان الموضوع بقى كتير جدا وبقى منتشر جدا والناس ما بقتش عارفه هل اني الانسب لهم. فجاوبونا وشاركونا برايكم وبعتولنا السؤال موجود على الصفحه بتاعتنا اللي هي كلام في سرك على الفيسبوك، تقدروا دلوقتي حالا تخشوا تكتبوا عليه كومنت عشان اقرا لكم الكومنتس بتاعتكم في اخر الفقره. صح. اذا هاي الحلقه مخصصه لكل الاشخاص اللي بهمهم هذا الموضوع، لكل الاشخاص اللي مروا بهالتجربه تحديدا وحابين يشاركونا فيها بحلاوتها احيانا وبمرارتها احيان اخرى. كمان نحن بانتظار اتصالتكم ومشاركتكم. ارقام الهاتف رح بتشوفوها امامكم على الشاشه تواصل معنا، وأكيد مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين لوجودهم هو أساسي وضروري لإعطائكم المعلومة الصحيحة. إذن أول تقرير معنا رح نحكي من خلاله هل من الأفضل البقاء بزواج تعيس أو طلب الطلاق؟ سؤال غاية في البساطة لكن إجابته بتتطلب تفكير طويل وعميق جدا. تعيش تعيس طول عمرك ولا تجازف بالطلاق؟ في حاجات طلاق لابد منه، ما فيهوش صبر. في تعاسة مقدور عليها، يعني هي نسبة التعاسة أو شكلها إيه التعاسة، يعني ضرب ممنوع، بخل ممنوع، شرب مخدرات، الحاجات الممنوعة. لو كل واحد تعيس في الزمن ده هيطلب الطلاق، مش هنلاقي حد متجوز أساسا ولا هنلاقي حد متشجع على الجواز. فأنا ده عقد أبدي موثقه ربنا سبحانه وتعالى، أكبر عقد في الدنيا عقد الزواج ده، فلازم الواحد يتمسك فيه. لو أنا معايا أولاد أوكي، يبقى أنا هكمل معايا عشان ولادي دول، هستحمل وهاجي على نفسي عشان ولادي. لو مش معايا أولاد يبقى سيكي، مفيش حاجة تجبرني على ده، فهنفصل عنه. لو الحياة تعيسة لابد أن يكون انفصال. لو في أولاد تستحمل بقى العيشة، عشان حرام، عشان حرام، عشان خاطر الأولاد. من جمعه الله لا يفارقه إنسان مهما يحصل بين الواحدة وجوزها، عشان يرتاح يفصل أو يشوف العلاج إيه ويعالج. لو هم شباب لسه في الأول وتابعوا الدين، إن هم جابوا الأول حاولوا يحلوها بينهم وبين بعض وما نفعش الموضوع ده، ثم جابوا حكم من أهله، حكم من أهلها وبرضه ما نفعش، فأنا رأيي إن هم ما يكملوش، لأن بعد كده هيجي أطفال وهم دول اللي هيتحطوا في الموضوع. لكن لو ست كبيرة وعندها أطفال أو عندها أولاد وفي كليات وحاجات من دي فتصبر. لو هي يعني ما عندهاش وسيلة مادية تعيش منها وما عندهاش أولاد صغيرين هيبقى هينضروا من الانفصال ده، أكيد هتفكر في الطلاق لو العيشة مستحيلة. يعني أنا شايف إن حياتي تعيسة فلابد إن أنا أطلق. حصل ظروف وكده اتطلقنا، بس أنا معايا أولادي تعبانين
يعني تعبانين معايا شويه ومعبوم شويه، هم اللي شايلين الليله كلها، وانا طبعا ندمانه على الموضوع ده. مشكله كبيره جدا موضوع الطلاق دي، ان لازم الاولاد يبقى في استقرار اجتماعي علشان يتربوا كويس. وانا بشتغل مدرس، ففي خلال حياتي المهنيه قابلت عيال كانوا نافعين في الاول، ولما حصل انفصام اجتماعي بين الاب والام العيال تاهوا وضاعوا، ومذاكره مفيش وباظوا خالص. هل بالفعل نحن مجبورين للبقاء في الزواج تعيس فقط من أجل الأولاد؟ هذا هو الموضوع اللي رح منناقشه تحديدا في هذه المحطة، وبضيافتنا الشيخ أحمد صبري إمام وخطيب بالأوقاف. مساء الخير فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك بضيافتنا. أكيد رح نتوقف عند رأي الدين والشرع في هذا الموضوع. كمان بيصيرنا نرحب بضيوفنا داخل الاستوديو اللي عندهم كمان تجربة خاصة، ما بعرف قديش حلوة وقديش كمان مرة. بدي رحب بعبير الأنصاري. مساء الخير عبير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك بضيافتنا. وأهلا وسهلا بالأستاذ هاني الحكيم. مساء الخير هاني، نورتونا. عبير انت لبنانيه الاصل؟ ايه الاصل لبناني، فما نحكي نحن كحال هيدي التجربه صح ما نحكي فيها بالشان المصري، ولكن هي تجربه عامه وشامله وخاصه بالمجتمعات يعني العربيه. يعني 14 سنه هنا فخلاص يعني خلاص. تقريبا انا صار لي كمان فتره حس حالي خلاص صرت كمان. فضيله الشيخ، عم نحكي بموضوع كثير حساس، وكثير بنلاقي ازواج عايشين بحاله تعيسه جدا، فقط باقيين مع بعضهم لانه في اولاد بالدق. وفي عنا مثل شائع نحن بيقولوا الأهل يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون، يعني بما معنى بيأكلوا الحامض والولاد هن اللي بيدرسوا. هل هذا الشيء مسموح ومقبول فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا بس نبين في البداية أنه أهم حاجة أنه الزواج في الإسلام ده معناه الاستقرار، الهدوء، الحب، السكينة، المودة. فإذا انعدم الحب والتفاهم والاستقرار فبنلجأ إلى الحلول الأخيرة، وبيكون آخر حل عندي الكي بالنار اللي احنا بنسميه الطلاق، اللي هو في بعض الأحيان الناس بتقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الطلاق بيكون في حالة ما لو في مشكلة مش عارفين نحلها، لكن في أغلب الأحيان كتير من الأزواج والزوجات بيعيشوا حياة صعبة جدا، مفيش استقرار بينهم وبين بعض، بس الانفصال معناه انهيار البيت، أو شكلهم الاجتماعي قدام الناس مش كويس، أو مصلحة الأولاد بتحتم عليهم إن هم يصبروا على المرار اللي موجود بينهم علشان ما يعرضوش البيت للانهيار بالكامل. فعلشان كده فعلا بنلاقي إن بعض الأزواج والزوجات مش مستريحين مع بعض ومش بيحبوا بعض، وليست كل البيوت تبنى على الحب، وعايشين مع بعض بس عشان مصلحة الأولاد. أوقات تبنى على الحب ولكن بيروح هذا الحب ويختفي. أوقات أوقات الوحيد اللي ما يقعدش مع واحدة مش حابة تعيش معاه هو سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني رسول الإسلام هو دي خاصة بيه هو، يعني دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما يعيش مع واحدة مش حابة تعيش معاه. لكن إحنا لما بتعرض علينا مشاكل كثيرة جدا بين الأزواج والزوجات بنلاقي إن يا إما الزوج يا إما الزوجة عايشين حياة صعبة جدا، بس عشان مصلحة الأولاد بنضطر نقول اصبروا استعينوا بالله لعل ربنا يعوضك خير، لعل ربنا يعوضك خير، وبتكون حياة صعبة، لكن بنضطر تحت سلطان استقرار البيت إن احنا نحاول نحجز عليهم ونحاول نمنع التسريع بالوقوع في الطلاق. على كل حال أوقات الاستقرار حتى لو كان مفقود بين الاثنين بيصير موجود بعد الطلاق فضيلة الشيخ، لمن أكيد. إذا كانوا اثنين متفاهمين أكيد. بيقدروا يعطوا حياة حلوة وجميلة لأبنائهم. اليوم عنا تجربتين مختلفتين إلى حد ما. عبير رح أبتدي معك، بدك تحكينا شوي قصتك وخبريتك، قد ايه بقيتي متزوجة وأمتين حصل الطلاق؟ 12 سنة بقيتي متزوجة. 12 سنة. طبعا جوزته عن حب وكان أكبر مني ب 13 سنة وكان أجنبي من يعني من أصول فارسية، وبعد 6 شهور أنا كنت عارفة أنه مستحيل أن أكمل معه، وكملت معه، وده كانت غلطة. أنا دلوقتي بقول لأي حد من الأول لما تلاقوا في مشاكل جوهرية ما تكملوش. قد بقيت بتعرفي قبل الارتباط والزواج؟ 6 شهور. 6 شهور ما قدرت تعرفي؟ لا، لغاية بعد ما تعيشي لغاية ما تعيشي مع الإنسان مش هتعرفي ده، يعني ده أساسي. بعدين دايما في أول جواز
صعب جدا انك تكتشفي. الحب اعمى مرايته عامة، يعني خلاص اي حاجه بتشوفيها بتفتكر انها كويسه. لو بخيل هتقولي ده حريص اقتصادي. كويس اقتصادي، هتشوفيها بطريقه حلوه مش هتشوفيها بطريقه وحشه. فاول جواز دي صعب جدا ان الواحد يعرف، خصوصا لو جوز سن صغيره. لكن احنا دلوقتي من نادي انه لازم يبقى الواحد يعرف الاول ازاي يختار. طيب خبريني شو صار بعد 6 اشهر من الزواج، كيف اكتشفت انه معاملته كانت تف، يعني كان قاسي. ساب كل حاجه على اهلي، ما كانش ساب شغله وقعد في البيت اتستت. وانا كنت وانا كنت خلاص حبلت، ده اللي خلاني افضل في استمر في العلاقه. قلت يمكن وانفخ بقى في القربه المقطوعه. وفضلنا 12 سنه واحنا علاقتنا مش مظبوطه، دايما في عصبيه في البيت وفي المعامله، وما بيصرفش على البيت، اهلي اللي بيصرفوا، وبرده ممنوع اني انا اشتغل، وممنوع اني كنت عايزه اعمل ماستر ديجري، كنت عايشه في لندن وما رضيش كمان اعمل ماستر ديجري، يعني اقعدي في البيت واهلك اللي يصرفوا وممنوع تتحركي، انت تقومي بكل حاجه. فكان تو ماتش. وبعدين في الاخر بقى ابتدى بقى اهلي يبعتوا لي فلوس نعمل مثلا مشروع، يقوم واخد الفلوس حطها في حسابه. دي كانت الشعره اللي بيني وبينه لسه. وعندكم ولدين؟ ولدين. انجبت كمان ولد تاني بفتره انا انجبته الحاجه، انا كنت عارفه ان انا نهايتي ان انا هسيب، لانه اني اتعلمت انه اللي فيه عيب مش هيتغير. حاولت كتير ومش هيتغير. قلت عشان انا مش عايزه اتجوز تاني فانا التاني يبقى من نفس الاب، عشان انا مش عايزه اتجوز تاني. او حتى لو اتجوزت تاني انا مش عايزه اخلف، مش عايزه اولاد، فالاتنين يبقوا من اب واحد. ده الطريقه اللي انا فكرت فيها وقتها، صح غلط، بس انا حاسه انها كانت صح. ولادك بهيدي المرحله كيف عاشوها معكم؟ لا صعبه جدا، صعبه عشان كان فيزيكال شويه، مش ضرب لكن كان فيزيكال، بيكسر عنيف كان عنيف. ولد ما عجبوش الطريقه بتاعته، جاوبه غلط، يمسك اللعبه بتاعه كسرها على الترابيزه. لغايه دلوقتي لما يعني تعملي حركه كده يقوموا خايفين بيخافوا، دي الصوت العالي يقلقهم جدا. فالحاجات دي طبعا مضره للعيال هم صغيرين. المفروض ان لما يبقى فيه، وحاولتي كل المستحيل ان العلاقه يعني تتعدل وما فيش امل، اطلعي من العلاقه خلاص. راح ارجع لك استفسر منك بعد اكتر، بس هاني كمان بدي ارجع اقول لك مساء الخير. اهلا بك هاني، شو صار معك؟ قديش بقيت مرتبط؟ انا اعتبر نفسي كنت في جواز سعيد وطلاق سعيد. اوف، هي معادلة جديدة. ايوه جديدة. زواج سعيد وطلاق سعيد ازاي بقى؟ انا ما فهمته. انا اتجوزت لمدة 8 سنين ومطلق دلوقتي بقالي 19 سنة. اوكي، ليه طلقت اذا كنت سعيد بزواجك؟ حسينا احنا الاثنين ان احنا مش قادرين نكمل مع بعض. ازاي؟ فاحنا عارفة الـ 7 year itch، هرشة السبع سنين. احنا وقعنا في هرشة السبع سنين بعد 8 سنين من جوازنا. فحسينا احنا الاثنين ان احنا مش قادرين نكمل، وان احنا الاحسن لينا ان احنا نفضل اصحاب بنحب بعض، على ان احنا نفضل اثنين متجوزين بنكره بعض. يعني راح الحب الموجود بيناتكم بهالمعنى، دخل الملل. مش هقول لك انه راح، لغايه دلوقتي هو موجود، لكن ما بقاش ينفع نعيش مع بعض. طب هي ما عم بفهمها، كيف يعني ما بقى ينفع؟ اذا اثنين سعيدين بس ليش ما بده ينفع والحب موجود ليه؟ مش عارف، يعني ما عنديش اجابه للسؤال ده الحقيقه، بس احنا الاثنين ارتحنا للوضع اللي احنا عملناه مع بعض ده. ان احنا كل واحد يعيش لوحده ونفضل على علاقه كويسه قوي طول عمرنا، احسن ما نفضل متجوزين. عندكم اولاد هاني؟ في اولاد؟ عندي بنتين. بنتين. بناتك كيف تقبلوا الموضوع؟ الموضوع متهيألي انهم متقبلينه كويس قوي، واعتقد ان كده احسن لهم نفسيا من ان هم يعيشوا في وسط اسره فيها مشاكل. بس انت عم تقول لي ما كان في مشاكل. لا ما كانش فيه، بس حسينا انه مش نافع، رح بتفوتوا بالمشاكل. قررتوا قبل ما تخوضوا غمار يعني المشاكل تطلقوا. احنا الاثنين ابتدينا نحس ان احنا مش قادرين نكمل، ان احنا داخلين في سكه مشاكل. طب وعلى ايه؟ فطلقنا طلاق عقلاني جدا، ان احنا قعدنا مع بعض محترمين اتفقنا على. انتوا سوا اخذتوا القرار ولا حدا طلع بالمبادره؟ لا احنا سوا. واتطلقتوا بشكل ودي جدا لغايه دلوقتي. احنا لسه احنا على علاقه كويسه، او احنا لسه متغدين مع بعض يوم الاحد اللي فات. والبنات كمان بيكونوا معنا معكم، والاسره كلها معنا. البنات ما كان عندهم استغراب، ما كان عندهم استفسارات على الموضوع؟ يعني البنات الموضوع حصل وهم صغيرين قوي، فما كانش ليهم راي قوي في الموضوع. انا كان بناتي 5 و7 لما اتطلقنا. وكبروا على الوضع ده، ما اعتقدش ان عندهم استفسارات. اللي عنده استفسارات دايما الناس الخارجيين. اكتر الناس بيستغربونا جدا طبعا الوضع اللي احنا فيه.
لا هي عادة نسمع نحن ما بيكونوا سعداء بالزواج وبيطلقوا بعدين بيتفقوا يكونوا أصدقاء كرمال أولادهم، بس من الأساس سعيدين. هيدا الجديد علي. فضيلة الشيخ عندك تعليق على اللي سمعته؟ طبعا هو التعليق هو ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. مش لازم كل واحد يتجوز واحدة، واستحالة العشرة زي ما شفنا كده هنا في الحالة الأولانية إنه كان في مشاكل وكان في ضغط نفسي، الراجل لم يتواءم نفسيا مع الزوجة، الزوجة شايفة إنه الاحترام يظل بينا بس كل واحد يروح لحاله وننفصل عن بعض بأدب وباحترام، ويظل الدكتور هاني مرتبط باللي كانت زوجته من خلال أولاده لحد يوم القيامة. محدش هيقدر يقطع الارتباط اللي بينهم لأنه في بنات من الزواج اللي موجود، لكن هو احتكم للآية القرآنية وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أنا بحترمك وأنت بتحترميني، في رباط بيني وبينك البنتين، بس مش هنقدر نكمل مع بعض كزوجين. يعني ما رح يجبرها تعيش معه بالقوة ولا هي فيها تجبر رجل يعيش معه بالقوة. والشريعة ما بتجبرش. يعني نفترض أن في شخص، لأنه المجتمعات عندنا بالذات في مصر أو المجتمعات العربية كلمة طلاق يعني مصيبة، يعني كارثة، يعني خراب. لكن برضو أنا عايز أفهم المشاهد، بقدر ما أنا حريص على استقرار البيوت بقدر ما أنا برضو حريص لو حصل نفور من الأول وعدم استقرار وعدم التقاء الطرفين مع بعض يبقى الحل الطلاق، والطلاق ليس حراما. يعني ربنا ما حرمهوش، هي هتروح لحاله هو هيروح لحاله، هو هيقدر يعيش حياته بالشكل اللي هو شايفه صح. وبعدين أنا مع رأيي أن أنا أنفصل عن الزوجة في حال وجود خلاف بيني وبينها، وفي وجود أولاد في سبيل أن الأولاد يكونوا مرتاحين نفسيا، صح، لأنه يكونوا شايفين أن في احترام، لأنه الأولاد الذكور بيتقمصوا شخصية الأب فبيحب ينتقم ويقلد الأب في نفس العمايل اللي بيعملها في الزوجة بعد كده. البنت بتتقمص شخصية الأم لو الأم على الطرف الثاني وبتعمل حاجة مش كويسة مع الزوج، فبنولد أجيال مليانة بالعقد النفسية بالاضطرابات النفسية في حال وجود مشاكل، وكل يوم زعيق وكل يوم ضرب وكل يوم خبط. لا، يبقى طالما ان احنا وصلنا للطريقة دي وعدم الاحترام، لا يبقى احنا نظل محترمين لبعضنا وننفصل، والانفصال ليس حراما. صح، وبطريقة ودية، لانه في الحالات اللي زي كده، لكن في حالات الانفصال فيها بيكون حرام. يعني الزوج لما يظلم الزوجة، لما يدمرها، لما خليني بسيط، لان احنا انا عايز المس الشارع اللي بيسمعني، لان مش كل حالات الناس هي الحالات اللي موجوده معانا هنا. في زوج ظالم مفتري كلها لحم ورماها عظم، فده انا وفي ستات كمان عندهم بين نفسيه وتصرفات. بالتأكيد. لكن انا بصراحه عشان ابقى صريح انا على الهوى، انا ميال ناحيه الست شويه، لانه الست ضعيفه مهما كانت قويه، بس كم ست هتكون قويه بجوار كم راجل قوي؟ فالنسبة والتناسب مش هتكون بالضبط. فالراجل هيبقى شديد جدا، هيظلم، هياكلها لحم ويرميها عظم، هيدمرها، هيضيعها، ممكن يكون في ولد واثنين وثلاثة واربعة، ويسيبها ويمشي خالص ويسيب الجمل بما حمل. في الحالة دي بقول له اتق الله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما جه يموت وصى بحاجتين، وصى بالصلاة ووصى بالمرأة. بالنساء ليه؟ لأنه مهما كانت المرأة قوية فهي ضعيفة. صح. لأنه مهما كانت المرأة حتى لو رئيس جمهورية، هي في دي لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مرة كان في غزوة من الغزوات، وكان في صحابي كان صوته حلو قوي، فكان بيغني بينشد، كان اسمه أنجشة. فكان أنجشة ده لما يطرب الجيش ويتكلم ويغني، فكان صوته حلو قوي لدرجة أن الجمال كانت تمشي بسرعة، تطلع تجري، تنسجم الجمال هي كمان مع الصوت الجميل بتاع الغنى بتاع أنجشة ده. فكان النبي يقول له يا أنجشة رفقا بالقوارير. القوارير، القارورة هنا هو يقصد إيه؟ مرأة. هو يقصد المرأة اللي راكبة في الهودج اللي موجودة. الجمل لما بيجري بيتعبها، فبيقول له يا أخي رفقا بيها، حرام عليك، يعني خليك حنين كده وخليك بسيط عشان الجمل ما يأذيهاش. فالمرأة دايما بتكون ضعيفة. ولذلك ربنا لما ربنا ده حكيم، يعني شوف الحالة دي حالة تدرس لكل حالات الطلاق اللي موجودة عندنا. حالة تدرس. يعني الإعلام لما يسلط الضوء على حالة حصل خلاف والخلاف وصل لحائط سد، انه قبل ما يتطور اكتر يعني انفصلوا بطريقه حضاريه. خلينا نسال استاذ عبير، يعني كيف كانت الحاله النفسيه عندها لما حصل خلاف شديد على مدار 12 سنه؟ صعب جدا طبعا. الاسترس بيتفسر ان انا مش بطبعي عصبيه، لكن ببقى عصبيه بعد كده مع الولاد. لما ابتديت الاقي نفسي ان انا كمان عصبيه مع الولاد، قلت لا، هنا الدرو ذا لاين، هنا الخط بتاعي لازم اسيب.
ما ينفعش ان انا افضل ارجع بالموضوع عليهم. عبير جربت تستشيري رجل دين؟ جربت تستشيري؟ انا عايشه في لندن يعني، كنت عايشه درست وعشت هناك 18 سنه، ما فيش حد حواليا اصلا. لكن في استشارات يعني لحد او أنا مصلحين أنا للزواج؟ انا حاولت المستحيل ويعني انا من النوع اللي بقرا كتير ومتعلمه ومثقفه ويعني حاولت كتير معاه، لكن خلاص هي في طبع وفي تطبع. الطبع تقدريش تغيريه، التطبع تقدري تغيريه لما امنت انه ده طبع مش ممكن يتغير. التكاليه والانانيه حدا. والعصبيه ده ما تقدريش تغيريه. فخلاص قلت في الاخر، وبعدين لما جه واخد الفلوس اللي في الاخر اتحولت لي، ما بقاش عندي لا امان عاطفي ولا امان مادي معاه، فما كانش ينفع استحاله ان احنا نكمل. صح. فكان لازم امشي قبل ما يكون في ضرر اكبر على العيال وكفايه، خاصه انه السيده والست بتطلب الامان يعني عاده، بس تتزوج وبترتبط بتطلب الامان. صح فضيله الشيخ، اكثر من يعني هي بتطلب حمايه الرجل، دعم الرجل. ما انت بعدك عم بتقول انه قد ما تكون قويه بمناصب معينه بتضل بحاجه للرجل، وتحس انه حاميها، عطيها دعم، عطيها امان، مش حاسه حالها عم بتدور لحالها بحلقه مكشفه. احيانا اسوه، سوري، اسوه الست شل تبقى كفر او غطا لقد ايه هي ضايفه من جوه وعندها الكم الحنين. شوفي ربنا بيقول، بيعبر بشكل عميق جدا بشكل مباشر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليرب اللي تسكنوا إليها. السكن يعني إيه سكن؟ سكن مادي وسكن معنوي. سكن مادي يعني الاثنين مع بعض بيحطوا إيديهم مع إيد بعض وبيكونوا بيت، وسكن معنوي اللي هو التفاهم اللي هو الحب. الزوجة إزاي هتحط دماغها وتنام وتملى عينيها نوم تستريح وهي مش مأمنة للطرف الثاني اللي نفسه معاها جنبها على المخدة؟ فلازم، أنا بحمل الزوج هنا أنه لازم يوصل الراحة النفسية للزوجة. حتى أنت لو تيجي تدرس الطلاق في الشريعة الإسلامية تلاحظي أن الشريعة الإسلامية ركزت جدا على الحالة النفسية للزوجة. ما ينفعش الراجل يطلق مراته في طهر حصل بينه وبينها جماع. في طهر يعني، الطهر يعني إيه؟ يعني انقطع الدم فحصل لقاء بين الزوج والزوجة اللي هو اللقاء الحلال. فربنا يحرم الطلاق في الطهر ده، وما ينفعش تطلقها وهي حائض عليها دم الحيض. ليه؟ لأنه حالتها النفسية صعبة جدا. كمان لو في خلاف بينك وبينها في طهر حصل بينك وبينها جماع في الطهر ده، ما تحاولش تطلقها في الوقت ده عشان ما تطولش عليها فترة العدة، عشان انت تراجع نفسك يا راجل تقول ده احنا أكلنا مع بعض عيش وملح. لأنه مش كل الأزواج ممتازين ومش كل الزوجات ممتازات. في زوج فيه عيب وفي زوجة فيها، أنا مش كامل، أنا عندي عيوب، أنا بشر وهي كمان بشر، فإحنا الاتنين نقوم نصبر على بعض. بيراعي ربنا المشاعر والظروف النفسية للست، فبيقوم يدي فرصة للراجل ويعلمه إن وقت الطلاق، كل اللي بيسمعونا دلوقتي مش فاهمين فقه الطلاق. أغلب الناس، أنا آسف، مش يعني أغلب الناس اللي بيسمعونا دلوقتي حولنا المحطات بتاعتنا والشاشات بتاعتنا وبعدنا تماما عن إن إحنا نعلم الناس يا ابني اتطلق إمتى وإمتى تحصل مشكلة، مش أول ما يحصل خلاف بينك وبينها تروح رامي عليها يمين الطلاق. يعني بده يكون في صبر، نحس طبعًا. إنه خلص وصلنا إلى حائط مسدود يعني طبعًا. إلى طريق لا عودة لحتى ناخد هذا القرار. هاني، مثل ما عرفت أنت اليوم وقلت لنا عاشت بزواج سعيد وطلاق سعيد، ولكنك اليوم ترفض فكرة الارتباط مجددا، ليش؟ تمام، لماذا؟ مش عارف، هي دي حاجة يمكن اكتشفتها في نفسي ان انا بحب اقعد لوحدي، ده موضوع. الموضوع التاني ان انا مقتنع ان الواحد بيجرب مرة في الحياة ما ينفعش يجرب مرة تانية. اللي عملها مرة ما بيعملها مرة تانية، فانا خدت تجربتي. ايوه، انا مقتنع بان الواحد بيعملها مرة واحدة في حياته. احنا بنحاول نغير النظره لا الارتباط. انت عبير غير تفكير، انت ممكن ترجع ترتبطي في لايف بعد الطلاق. وانا عندي جمعيه بتاعه ديفورسي اسمها جمعيه الثقه المطلقين، ستات ورجاله في الجمعيه بنحاول نقدم الدعم النفسي اللي نرجع نعمل تاهيل للناس انه يرجعوا تاني امنوا انه فيه، لان الحاجه الطبيعي اللي ربنا خلقها. لا بس هو معيش بمراره بالزواج، هيدي المشكله. يعني عاده بياخذ هيك قرار بده يكون تعذب بالزواج لحتى يقول انا ما بدي ارتبط. بالزبط. انت صار معك العكس. عنا اتصال عبير معنا. امل، مساء الخير امل. الو الو الو، مساء الخير.
مساء النور. اهلا وسهلا فيكي يا امل، تفضلي. شكرا استاذه راغده، انا بتابع البرنامج بتاعكم. شكرا. وانا يعني زي الضيفه بتاعتك، نص لبنانيه نص مصريه. اهلا وسهلا فيكي يا امل، نورتينا. الموضوع حلو قوي، بس انا كنت عاوزه اقول حاجه بالنسبه للطلاق. هو يمكن في بعض الاحيان السبب الاساسي للطلاق بعدين هو في السبب الجواز اصلا. يعني الناس اتجوزت بعضيها ليه؟ لأي سبب؟ صح، لأي صح. سبب. فممكن لواحد، يعني أنا بشوف حواليا كتير أن سبب الجواز أوقات هو اللي بيؤدي للطلاق بعدين. يعني أمل، أمل هيدي النقطة، الأسباب الزواج أو لماذا نتزوج، إحنا رح منناقشها بعد الفاصل الثاني. بس أيوة. خليني أسألك أمل، أنت متزوجة؟ عشت شي هالتجربة، الطلاق أو غيرها؟ صراحة أنا مش متجوزة. وبخاف قوي من الجواز علشان بشوف حواليا نماذج مش حلوة. أبدا عن عن الناس هي بتتجوز أصلا لأسباب والمشاكل اللي بتحصل. وصراحة دلوقتي في النهاردة في حياتنا العصرية صعبة قوي، والجواز ده بيحتاج تضحية كبيرة. فالناس مش عارفة تضحي بقى عشان تفضل مع بعضيها. طيب. مش زي أهلينا قبلينا، ما بقى في اللي كنا نشوفه أيام زمان. صح، لأنه صح خالص. أمل بدي أتشكر مداخلتك، وأكيد انطرينا بالفصل الثاني رح نحكي عن الأسباب. وعنا اتصال آخر معنا، أمل. مساء الخير أمل. ألو، أوكي، انقطع الاتصال. حاولي مجددا يا عزيزتي. خلينا قبل ما نطلع مع الفاصل، عبير قلتي لي انت ما عندك مشكلة ترجعي ترتبطي مرة جديدة، وهيدا شيء عادة قليل تنشوفه أو نلاقيه من بعد تجربة مرة بالزواج. عادة بخاف، ومثل ما قالت هلأ أمل من خلال الاتصال، أنه عم نشوف حوالينا مشاكل كتيرة ما بتشجع للارتباط. لما تفهمي صح وتعرفي شو بدك، تعرفي حالك بالضبط انت مين وشو بدك، وتحطي الكريتيريا اللي انت عايزاها في الشخص، وتدوري على الشخص اللي في المواصفات اللي بالضبط انت حطاها، هتلاقي. انا قعدت 12 سنه من غير جواز، لكن انا مخطوبه وفرحي كمان شهر. خير، مبروك. الاولاد رايهم ايه؟ تمام، في بحبوك، كله تمام، كل شيء تمام الحمد لله. انا بدي اتمنى لك التوفيق يعني، وهني انا ما راح شد عليك، ما زال انت مرتاح. تمام، نقول فضيله الشيخ نحن خربناه عن جديد، ما زال مرتاح بقراره. مروان، السؤال اللي طرحته، اي ردود فعل؟ السؤال اللي احنا حطيناه، هل من الافضل البقاء بزواج تعيس او طلب الطلاق؟ يعني تقريبا في اجماع ان طلب الطلاق لو الزواج تعيس والناس مش مبسوطه ان هم يتطلقوا. يعني في كومنتس كتيره مثلا، بس في ناس برضو عندها تعليقات. يعني جاسمين بتقول فكره الطلاق مش سهله، الام لازم تفكر الاول ازاي هتصرف على اولادها، وهيسكنوا فين، تلاقي مكان كويس يسكنوا فيه، ونظره المجتمع عليها كامراه مطلقه، كل ده لازم يتوفر لها قبل ما يكون الحل هو الطلاق. خلود عطيه بتقول على حسب نوع الحياه التعيسه، اذا كانت المراه تستطيع ان تعيش وكمل حياتها في وجود المشاكل دي ماشي، لانما لو مش قادره خالص يبقى طبعا الطلاق هو الحل. وفي عامر بيقول طبعا الطلاق، عبده الشاذلي بيقول الطلاق افضل، جانا بتقول لا اكيد الطلاق، ساندي طلب الطلاق طبعا في اجماع. وفي سؤال كان سؤال طويل قوي، اميره بعتال لفضيله الشيخ، كانت بتسال انها اتطلقت من حوالي سنه وعندها ولد عمره 3 سنين، وبتحكي بقى تفاصيل كتير قوي حصلت بينها وبين طليقها، وان جوزها ما ادالهاش مؤخر الصداق برغم انه مضى ورقه على كده، وبيبعت لها نفقه 400 جنيه شهريا، وهي مش عارفه بالظبط هل هي ليها نفقه متعه ولا لا، وهل ليها حق في شقه الزوجيه، مع العلم انها كانت ايجار، وهي بتقول ان هي خدت عفش البيت بالكامل، ان ده بتعتبر ان ده حقها الشرعي. خلينا هالاسئله رح نرجع نطرحهم على فضيله الشيخ، وكمان الاستاذ محمد لبيب المحامي كمان رح بيكون بضيافتنا تنحكي من الناحيه القانونيه. اذا بدي اتشكر كثير حضوركم معنا، عم بتمنى لك التوفيق، ويا رب زواج سعيد، تتم هالخطوه على خير وسلامه وهاني. يعطيك الف عافيه، شكرا لحضورك معنا. وليك شو رايك فضيله الشيخ، هذا مثال حلو. ايه قلت لي يدرس، هذا يدرس قلت لي. بس خليني اسال الدكتور هاني، هل الاولاد واخدين حقهم؟ حقهم من اي ناحيه؟ يعني هل انت حضرتك بتنفق عليهم؟ شايف طلباتهم؟ طبعا كل حاجه. لا بس عشان اكمل، لا انا سؤالي له معنى، انا سؤالي له معنى، لانه من عنا بريك. انا بس اصل حاضر شو بس عايز اقول انه لو فعلا عايز انفصال، الحاله اللي تدرس يديها حقها بما يرضي الله، ما يظلمهاش في حاجه، يشوف متطلبات الاولاد ويتفضل يشوف مصلحته وما يظلمهاش في اي حاجه. ممتاز. زي السؤال اللي لسه مروان قايله دلوقتي واللي راح نجاوب عليه بعد الوقفه الاعلانيه، ونعود معكم لناخذ اتصالاتكم على الهواء مباشره.
وما زلنا معكم إذن مشاهدينا مباشرة على الهواء لنناقش ونجاوب على أسئلتكم وكذلك المشاركة المطلوبة من خلال تجارب إنسانية حقيقية عن الطلاق. الواضح بالإحصاءات عالميا ومش بس عربيا وعلى الصعيد المصري أنه نسبة الطلاق في تزايد مستمر. شو اللي عم بصير؟ هل فينا نقول انه القناعة بطلت موجودة؟ هل اسباب الزواج اصلا عم بتكون خاطئة؟ او هل متطلبات العصر اصبحت على تناقض مع القناعة الزوجية؟ ام بكل بساطة اليوم اصبح للزوجين حرية تعبير اكبر بتخليهم يتجرؤوا على طلب الطلاق اللي كان مبدأ مرفوض اجتماعي بالسابق؟ شو هي اسباب الطلاق في المجتمع المصري؟ الموضوع بقى ظاهرة، كل يوم تقريبا بنسمع عن حالات طلاق في أسر مختلفة. يا ترى الشارع المصري عنده تصور عن أسباب الطلاق ده؟ عدم الثقة هو اللي أساسا اللي بيخليهم يعملوا طلاق. مش عارفة تربي ولادها كويس، يعني دي يعني استمر عليه. احتياجات البيت مش كاملة، بتطلب منه احتياجات، مشاكل الأولاد. ممكن يكون سبب الخيانة، أو ممكن يكون سبب إن هي مثلا في علاقة ما بينها وما بين شخص آخر غيري، فدي ممكن تكون أسباب فيها الطلاق لو لم تتراجع. ربنا ما يجيب اللحظة دي أبدا. عائلات المصرية عامة هنا من دواعي يعني تدخلها في المستوى، وهم على طول بيدخلوا في مستوى الحياة الزوجية، فده من أساسيات اللي بيخلي الشخص يضطر يتخلى عن الإنسان اللي قدامه. قلة الاهتمام، البص بره، أما الرجل يبص بره، بيهمل بيته وبيهمل عياله، مش قادرة تتوافق مع زوجها، ممكن تكون هما الاتنين مش فاهمين بعض. هي أنا أصعب حاجة للست. في ضغط في المستوى المعيشي، بحاول بقدر الإمكان إن أنا أحل الموضوع يعني بشكل ودي أحسن. عدم الاتفاق ممكن، عدم تأقلم الأطباع ببعضها. في راجل مش بتاع بيته، بتاع بس عايز نزهة حياته، يتكلم يمشي يرافق الكلام ده، فهي طبعا على قد ما بتقدر بتحاول تحتويه. كل بيت فيه مشاكل، وخاصة المشاكل المادية، طلبات البيت مثلا أو مصروف البيت. يعني هي لو بتشتغل تتعاون معاه، ما فيش حاجة يعني، مش مشكلة. ممكن تصلحي وتعدلي، بس اللي متعود على حاجة، اللي متعود على طبع ما بتعدلش. مشاكل مادية أو مشاكل من ناحية المعيشة، أو مشاكل من ناحية كون استوجاب بين الزوج والزوجة. بصرة المحب خروف، والست المجنونة اللي تفكر في الطلاق. والسؤال الأهم الحقيقة، مين الخسران الأكبر بعد الطلاق؟ في حالة الطلاق اللي بيدفع التمن أكتر لو فيه ولاد بيبقى الأولاد. هي ممكن تروح تتجوز، وهو ممكن يروح يتجوز، والأولاد هم اللي بيبقوا الضحية وبيتشردوا. الأبناء والله الطرفين بيدفعوا. زوجها هي اللي بتخسر، بيتتقال بعد كده عليها مطلقة. ولا الست ولا الراجل، العيال هي اللي بتخسر. الست اللي بتخسر أكتر. الست بتخسر حاجات كتير. طبعا هيكون الزوجة الأم. للأطفال حصة في هذا الموضوع بحلقة الليلة وللنقاش كمان، ولكن بهذه المحطة تحديدا رح نحكي عن أسباب الطلاق، أو ليه بيصير في طلاق، شو ليه بيصير بين الاثنين، هل بيطلع لبرا، هل متطلبات الدنيا أصبحت مختلفة، هل بطل يمثل صورة الرجل وهي بطلت كمان تمثل صورة المرأة. كل هالأسئلة رح نطرحهم على ضيوفنا. طبعا فضيلة الشيخ أحمد صبري مازال مستمر معنا، بدي أرجع رحب فيك مجددا. كمان بدي رحب بالأستاذ كريم الشاذلي، خبير تنمية بشرية واستشاري علاقات زوجية. مساء الخير كريم، أهلا وسهلا فيك بضيافتنا. كمان بدي رحب بالأستاذ المحامي والصديق مثل العادة محمد لبيب، بدي أقول لك مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. إذا مشاهدينا، لكل الأشخاص اللي حابين يتواصلوا معنا أو عندكم أي سؤال، عم بحكي طبعا بإطار الطلاق من الناحية القانونية، من ناحية الاستشارة، وحتى من الناحية الدينية، ما تترددوا واتصلوا فينا في هذه المحطة بالذات. مروان، في سؤال كمان مطروح من خلال السوشيال ميديا، صح؟ بالضبط كده. أنا حاطط السؤال في الفقرة دي، ما هو برأيك السبب الرئيسي للطلاق؟
في مجتمعنا المصري، ان احنا زي ما شايفين طبعا هو انتشر جدا، فاحنا حابين ان احنا نعرف رايكم في اسباب الطلاق وانتم شايفينها ازاي عشان نقدر ان احنا نطرحها معاكم. فده سؤال الفقره دي، ابعتوا لنا بسرعه على الفيسبوك وانا اقرا لكم الكومنتس في اخر الفقره ان شاء الله. طيب، لكن هذا هو السؤال المطروح، ابرز اسباب الطلاق. رح ابتدي مع حضرتك فضيله الشيخ، شو هي ابرز اسباب الطلاق اليوم اللي انتم عم بتشوفوها بمجتمعاتنا بالمجتمع المصري؟ من ابرز الاسباب اللي بتؤدي الى الطلاق عدم التفاهم بين الطرفين او عدم الرضا من اي من الطرفين. ممكن يكون في حد في الطريق بين الطرفين هو اللي بيفسد بين الاثنين، سواء كان رجل او امراه. ممكن يكون فقد الثقه بينهم هما الاثنين. ممكن يكون لانه الزوجه لو فقدت الثقه في زوجها، لو راح قعد في الحرم الثقه مش هترجع لها تاني، ما بترجع بتنبنى. نعم. اصعب، لانه اصعب حاجه ان هو يجرحها في مشاعرها في الحته دي. من اسباب الطلاق ايضا اللي احنا بنشوفها وبنسمعها عدم القدره على النفقات بين الطرفين والاولاد، فممكن الزوج يتحلل من الرباط ده ويطلع يجري ويسيب الدنيا كلها ويمشي. ممكن يكون عدم تقدير من الزوج نفسه لمعنى الزواج، عدم تقدير الزوج لحب زوجته، ده بيكون من الأسباب اللي احنا بنسمعها وبنشوفها. بصراحة عشان أكون واقعي وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا جميعا، الحب بيبقى سبب كبير جدا انه في بيوت كتيرة جدا بتتخرب بسبب الأمر ده. ممكن حد يفسد على الزوج حياته، واحدة تفسد على الزوج حياته بهذا الأمر، أو العكس. فده بيكون سبب من الأسباب الكبيرة جدا والمباشرة في إنهاء الحياة بين الطرفين. أو مثل ما قلنا سابقا كمان فضيلة الشيخ، غياب الحب وفقدان الحب مثل ما كمان هو سبب من أسباب وجود أو دخول حب جديد. حتى فقدان الحب وعدم وجود العاطفة بين الاثنين كمان ممكن تؤدي إلى كثير ناس ما فيش حب، بس هم يعني عايشين، بيكون في نوع من تفاهم بهذا الإطار. كريم، كاستشاري كمان علاقات زوجية، إضافة للأسباب اللي ذكرها فضيلة الشيخ، شو أبرز الأسباب اللي بتشوفها من خلال معالجاتك، من خلال الاستشارات كمان اللي بتنطلب منك؟ نعم، وعطفا على اللي قاله فضيلة الشيخ، الحقيقة فعلا عدم وجود تفاهم وانسجام ما بين الرجل والمرأة ده أمر في غاية الخطورة. وجود طرف ثالث في العلاقة قد يكون الحما أو الحمام، الزوج أو الزوجة، أو هي بتسمع هو بيسمع بره. الحقيقة أنا بقى يعني أضيف في الجزئية دي أمر في غاية الأهمية، يعني أقرب إن إحنا يجب إن إحنا ننتبه لي، وهي فكرة التوقعات اللي إحنا بندخل بيها الحياة الزوجية. أنا من المؤمنين جزء كبير جدا من الطلاق، مش بس مؤمن، ده هي الدراسات بتؤكد إن الجزء الأكبر من الطلاق بيحدث في خلال 3 سنوات الأولى من عمر الزواج. ليه؟ ده سؤال لابد أن يطرح بقوة. يعني مش بعد 10 سنوات نقول إن هم خبروا بعضهم فأدركوا استحالة الحياة، لو إحنا لسه في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة بيبدأ يحصل الانفصال التام. واسمع كلمة أنا خلاص مش قادر أكمل مع حياتي، انتهت حياتي، جحيم، أو منه بالضبط نفس الشيء. الحقيقة هنا لأن إحنا اخترنا خطأ، أو دخلنا حياتنا زوجية بتطلعات وسقف طموحات عالي قوي، فبندخل بنلاقي الحياة الواقعية العملية غير ما إحنا دخلنا وإحنا مستشعرين. يعني يمكن لعلنا تحدثنا في حلقة سابقة عن مفهوم الحب، إيه هو الحب، وقلنا ان جزء كبير جدا بيدخل الحياه الزوجيه وهو مختلط عنده الامر ما بين نشوه الوقوع في الحب، اللي هي الشيء، المشاعر الجميله الرائعه اللي بتتملكه في فتره الخطوبه واول شهرين من الزواج، وما بين الحب العملي الحقيقي اللي في الحياه الزوجيه اللي بيبان من خلال التضحيه، من خلال العطاء، من خلال غض الطرف عن بعض الاخطاء، من خلال تفهم الطرف الاخر والتعب على تفهمه. يعني انا كرجل مهما قلت اني بفهم المرأة ليها طبيعتها الخاصة. انا كرجل لما اتحاول اني اتعب عشان اتفهم المرأة ده امر في غاية الاهمية، وبيثقل ميزان مودتي في قلبها. لما هي تبذل جهد كبير جدا علشان تشوف احتياجاتي، يعني فيما يختص باختلاف الرجل عن المرأة، احتياج الرجل غير احتياج المرأة مثلا. يعني المرأة تحتاج الى الكلمة الطيبة، الى الرومانسية، الى المسج اللي انا ببعته لها من الشغل، بتحتاج كل ده، بتحتاج وعلى يعني على اقوى او اقصى اولوياتها شعور بالامان، عايز تحسني امين، شعور الامان هيدا اهم شعور. الراجل بيحتاج لايه على الجانب الاخر؟ الراجل بيحتاج للتقدير، يحتاج يشوف نفسه كبير في عين المراه دي،
فكيف إذا صغير بعينك؟ كيف لما أبقى كبير في كل مكان ولما أفتح مفتاح بيتي وأدخل ألاقي نفسي صغير في عين أهل بيتي؟ أكيد بلا شك أول طارق سيطرق باب قلبي ويعطيني الاهتمام اللي أنا مش لقيه في بيتي سألبي مباشرة وأنها تحدث مشكلات. الأسباب كثيرة في الحقيقة، وأنا شايف من وجهة نظري أن عدم وجود تفاهم وتناغم ما بين كلاهما، ثم سقف التوقعات العالي، مش واقعيين مش فاهمين. هيك يعني يمكن قبل الفاصل ذكر أن أيام زمان، أيام إيه أيام زمان دي؟ ما عارفش يعني إيه أيام زمان. أيام زمان كانت المرأة بترضى بأي حاجة والرجل بيرضى بأي حاجة. هل احنا النهارده اصبحنا اسوأ؟ لا، احنا ما اصبحناش اسوأ، بس مش فاهمين، فبالتالي بيحصل الارتطام والاضطراب اللي بيحصل. الخيارات لنا صارت اكتر حتى صارت كده. ما هي الخيارات بتحير. الحيره لو ما كنتش بمتلك ادوات تعرفني ازاي اختار بشكل صحيح، فبالتالي هقع في فخ الحيره ده، وبالتالي هلاقي نفسي متخبط مش عارف. ولذلك انا اقول اسوأ شيء ممكن يزور ذهن الرجل منا هو فكره أنه في الإمكان أفضل من مكان. يعني أنا مدام اتجوزت يجب أن أنا أقول ليس في الإمكان أفضل من مكان فيما يختص بالجانب ده في حياتي، وأبدأ أتعامل عند الأمر الواقع اللي أتعايش معه. في الحالة دي ببدأ أنا أسبغ ملامح الرضا على علاقتي بالطرف الآخر وهي في المقابل، وبالتالي بنبدأ نتفاهم بعض، نعذر بعض، بشوف أخطائها في حجمها الحقيقي، واعرف ان انا شخص خطاء. انا مش ملاك يعني. انا هذا بدا ادراك كتير كبير، بدا ذكاء كتير بين الطرفين تيقدروا يلعبوا هاللعبه، لانه بنلاقيها صارت صعبه على ارض الواقع الحقيقه. بس لا يوجد حل سوى ذلك. يعني مع كل صعوبتها ده مش معناه ان هي مستحيله، معناه ان احنا محتاجين نبذل جهد. مش مستحيله بس بدها جهد. نعم محمد، اسباب الطلاق عديده مثل ما سمعنا، هل هي دوافع انه كترت اكثر حالات الطلاق اليوم بمصر؟ اولا خليني اقول لك يا رغده ان انا سعيد جدا بالحلقه الجميله دي، وسعيد جدا ان احنا عاملين تنوع. نعم. رجل الدين موجود والجانب النفسي بنغطيه والجانب القانوني، فده التنوع ده بيوصل للمشاهد ان هو يغطي له جميع الجوانب اللي احنا ممكن نتكلم فيها. نعم. فده انا اولا سعيد جدا بالفقره دي، ودي بتديني انطباع ان احنا في محكمه. لان تشكيل محكمه الاسره بالتحديد بيبقى فيها جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب قانوني، وبنحتاج منهم يا فندم ان هم يزودوا ويبقى في رجال دين. دي انا عايز اقول لسيادتك ان احنا لو عملنا ده هنوصل بيها ان هي تبقى يعني للقمه زي ما بيقولوا، ونقدر نحل. طب خلينا نعتبرها الليله محكمه كلام في سرك. تمام يا فندم، هيدي محكمه كلام في سرك. انا معاكي في التشبيه ده. انا عايز اقول في الاول يا رغده ان الاسره ليها ماده موجوده في الدستور، هي الماده رقم 10. الماده دي بتتكلم ان الاسره هي اساس المجتمع، قوامها اللي هي الاساس بتاعها الدين والاخلاق والوطنيه، وتحرص الدوله على تماسكها واستقرارها وترسيخ القيم بتاعتها. من هذا المنطلق يا فندم احنا بنتكلم ان الاسره دي كيان المجتمع ككل، هي البذره بتاعت المجتمع. تمام. الطلاق في بعض الاحيان بيبقى نوع من انواع الحلول، وبيبقى ساعتها فندم زي ما بيقولوا كده استنفذوا جميع الحلول الوديه، ولكن احنا بنقول للناس وللمشاهدين ان ده يعني نخليه اخر حاجه، لان هو ابغض الحلال. تمام. وبنقول دايما ان دي من المسائل، دايما المنازعات الاسريه او المشاكل اللي بتقابل الزوج والزوجه دي من المسائل التي يمكن اللجوء للتحكيم فيها لفض هذا النزاع. نعم. تمام. ويمكن طبعا فضيله الشيخ بيقابل كتير المشاكل دي، وبيلجأوا دايما لرجل الدين او رجل القانون او بيلجأوا للمحكمه المختصه. وعايز اقول لك من هذا المنطلق بالتحديد يا رغده احنا بنتكلم ان ان ان, إن كان في قانون هو رقم 10 لسنه 2004، هو بيتكلم عن محكمه الاسره، وبيتكلم بالتحديد عن مكتب اسمه مكتب تسويه المنازعات، ده موجود في المحكمه. المكتب ده يا فندم تشكيله بيبقى موجود فيه خبير نفسي وخبير اجتماعي وخبير قانوني، بيحاول ان اي نزاع خاص بمحاكم الاسره بيجيله بيحاول ان هو يحله الاول وديا قبل ما يدخله المحكمه، يعتبر نوع من انواع تجهيز الدعوه. تمام. بيحدد فيها جلسه، الطرفين بيبقوا موجودين قدام الخبراء دول، وبيحاولوا الخبراء فندم ان هم يوصلوا لهم جميع المعلومات اللي هم محتاجينها عن النزاع بتاعهم، وبيقولوا الاثار بتاعه النزاع دي هترتب عليها كذا وكذا وكذا. وفي الحاله دي يا فندم لو ما قدروش ان هو يحلوا النزاع بالطريق الودي بتبتدي المحكمه بعد كده تنظره. الشاهد من هذا الكلام اللي انا بقوله يا رغده ان بقول لك الحلول الموجوده عن طريق الصلح وعن طريق التحكيم الموجوده في قانون الاسره والموجوده عامه في الحياه العمليه والموجوده في قراننا الكريم دي كتيره جدا، فانا عايز الفت النظر لدي وعايز نركز عليها شويه، وما يبقاش دايما ان احنا بنقول ان الحل دايما هو الطلاق، ان الحل دايما هو التفريق، لان القانون اوريدي يا فندم بيغطي حالات الطلاق وبيدي الزوجه. طب هل بتنفع الاستشارات؟ خليني احكي من تجربه كل واحد منكم. مثلا بموقعك
بمهنتك. انا عن نفسي يا رغده عن نفسك ينطلب منك تتدخل في هذا الاطار، عم بتلاقي نتائج ايجابيه؟ اه طبعا طبعا. انا عايز اقول لك يا رغده، انا اول ما بتجي لي منازعه اسريه سواء من طرف الرجل او من طرف المراه بحاول دايما ان انا احلها في مكتبي. تمام، وبحاول دايما يا رغده في اغلب الاحيان يا رغده بتنجح. وعايز اقول لك دايما بستعين برجال الحكمه في الاسر، يعني دايما في كل اسره بتلاقي فيه خال عم الكبير كبير العائله، يبقى ليهم حكمه ويقدروا ان هم يحلوا النزاع دون اللجوء للقضاء. بحاول اخلي مكتبي يا فندم هو نوع من انواع محكمه صغيره. لو قدرنا ان احنا نحل النزاع في مكتبي بدون اللجوء للقضاء وقدرنا نوصل لصيغه تفاهم وصيغه صلح ما بين الطرفين، انا بحس ان انا عملت مجهود يا فندم وحسب عليه امام الله، ويبقى زي ما بيقولوا كده عملت اللي عليا قدام العميد بتاعي. انا عن نفسي يعني ده انا بقول لك. ما بعرف عن 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 كمان من ناحيه دينيه فضيله الشيخ، لمن طلب منكم استشاره او تدخل هل للصلح بيكون في مطرحين؟ بتنفع طبعا الاستشارات في هذا الحال؟ اكيد. انا هقول لك على حاجه من واقع تجربه شخصيه. انا دعيت لمكتب مأذون مره من المرات للحضور علشان اكون شاهد على حالة طلاق. الزوجة حضرت والزوج حضر وأنا تكلمت معاهم، وتقريبا بنسبة 95% اقتنع الزوج والزوجة إن هم يتموا موضوع تأخير الطلاق لفترة قادمة يراجعوا بعض فيها، لكن المأذون ما صبرش علينا لحد ما أخلص معاهم الجزئية دي. ففعلا شوفي التنمية البشرية بتقولي، شوفي الأستاذ كريم دلوقتي بيقولك إيه، احنا ما فيش خلاف بيننا وبين الزمن السابق الا ان احنا مش فاهمين ايه معنى الحب. لما تيجي التنميه البشريه النهارده هتاخد من اصل الشريعه الاسلاميه حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنه، يعني لا يبغض لا يكره، مؤمن مؤمنه يعني الزوج والزوجه هما الاثنين مع بعض، ان سخط منها خلق رضي منها اخر. يا اخي مش كل الزوايا اللي عندك فيها وحشه، لازم فيها مميزات. بقدر ما فيها من عيوب فيها مميزات، فيها مميزات. بص انت كمان على العيوب اللي عندك علشان تقدر توائم حياتك معها. نعم، نحن عنا مجموعة من الاتصالات رح نجرب نلبي أكبر عدد منا. رح ناخد أمال. أمال رجعت معنا، مساء الخير أمال. ألو ألو، مساء الخير. أنا مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا فيك يا أمال، تفضلي. انا عايزه اكلم فضيله الشيخ بس. اتفضلي، هو معك، سامعك، اتفضلي. شو سؤالك؟ انا تعبانه في حياتي وجوزي ما فيش غير الضرب والشتيمه والاهانه وما ليش حد، انا متجوزه برغبتي فضيله الشيخ، فما فيش غير الضرب والاهانه. اتطلقت منه مرتين، يعني انا متطلقه منه مرتين قبل كده. وكل ما اجي اروح عندي بنت عمي ولا عندي بنت خالي عشان انا كنت واخده برغبتي، بس بيعاملني معامله وحشه عشان ما فيش، لا انا ما معيش لا ام ولا اب، فبحاول ان انا ارجع له تاني عشان خاطر اعيش معايا اتنين توأم منه، بس كل ما ارجع له ما فيش برضه غير الضرب والشتيمه والاهانه. طب انا دلوقتي عايزه ارفع خلع، بس مع ان الخلع دي اقعد سنه، طب واللي زي انا ملهاش حد، وكل ما باجي ارفع قضيه وبتاع بيجيبني من اي مكان وما فيش غير الضرب برضه والاهانه، لان هو اصلا بيشرب. مش وانا انا يعني انا تعبانه معاه ومليش حد غير ربنا، فانا مش عارفه اعمل ايه في اللي زي ده. طيب رح بنجاوبك على هذا السؤال ان شاء الله، يا رب تلاقي الامان والاستقرار بحياتك امال. بس خلينا ناخد اتصال كمان اخر. ياسمين مساء الخير. الو الو، مساء النور، اهلا وسهلا فيك ياسمين. اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا مشكلتي انا بقالي 4 سنين متزوجه. كل بقالي 4 سنين كنت متزوجه، والمأذون طلع زوج، المأذون طلع مزور والزوج جاب لي، يعني هو جاب لي مأذون انتحل صفه مأذون، وفي الاخر طلع مش جواز، وبقالي 4 سنين في المحاكم اهو، بس الحمد لله زواجي اتثبت والولد انتسب لي وطلعت لي قسيمة زواج رسمية من المحكمة، بس 4 سنين ولد ما طولتش حقي الا بعد 4 سنين، حق الولد ولا بيصرف عليه، ورغم ان هم مبسوطين جدا ماديا ولا بيسأل فيه ولا كأنه مش ابنه. يعني عايزة اقول لحضرتك انا من اللي انا شفته في حياتي مش حاسة ان انا بقى ليا قيمة مع نفسي حتى. تجربة كتير صعبة، كتير صعبة، بس انت اثرت نقطة كتير مهمة يا ياسمين. انت مرتبطة لفترة 4 سنين، زواجك مش صحيح، غير شرعي،
بمأذون غير شرعي. هذه كمان نقطة خلينا نحكي معها مع فضيلة الشيخ، يعني كيف واحد لازم يتأكد في هذا الموضوع. اسمحي لي رغدة بسؤال، هل الأهل كانوا حاضرين الزواج؟ كانوا حاضرين الأهل، حدا من الأهل؟ الأهل كانوا حاضرين، والمأذون متصور فيديو، كان زواج شرعي في المسجد، والمأذون طلع في الآخر من تحت التفت، مأذون طلع موظف. على عينك شو بدي أقول لك، تجربة بيقضي العقوبة دلوقتي، واخد 15 سنة وبيقضي العقوبة. ده المأذون ولا الزوم؟ المأذون دلوقتي محكوم عليه، يعني هو في بلدنا عامة البنت ما بتلاقيش حقها في كل الأحوال، يعني إذا كان المأذون اللي هو المتهم الثاني محبوس وبتحاسب على العقوبة، والثاني جه من الإمارات مترحل كان هربان عند أخته ومحكوم عليه بمؤبد ونزل عمل إعادة إجراءاته، المفروض إن هو المتهم الأول وفي كل صورة خد إخلاء سبيل على ذمة القضية، والمتهم التاني بيقضي العقوبة، وأنا مش طايلة إن أنا أجيب حتى محامي. تعرفي ياسمين، خلينا نشوف كمان رأي القانون، شو فيك تعملي؟ محمد بحاجة تسألها لسؤال ياسمين. من الواضح يا رغدة بدك تسألها شيء. الكيس دي بالتحديد، خليكي معنا ياسمين. الكيس دي بالتحديد واضح ان هي فيها تفاصيل كتير، فانا استاذنك ان هي تاخد رقمي من الكنترول ونتواصل مع بعض، وانا تحت امرها. أوكي. يعني احاول ان انا اشوف لها حل. ياسمين خليكي معنا بالكنترول، رح يعطوكي رقم استاذ محمد لبيب المحامي، رح بيتبع لك قضيتك. وعلى كل حال بشكرك انك شاركتينا بهالتجربة، تتكون نوع من توعية لكتار تما يقعوا بنفس الخطأ. شكرا لك ياسمين. اتصال اخر، ابو باسل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا، اهلا وسهلا فيك ابو باسل، تفضل. مساء الخير يا اختي ومساء الخير للشيخ. اهلا وسهلا فيك، تفضل يا ابو باسل. يبارك فيك. بحقيقة انا بعايز اتكلم باختصار، بس انا مريت بتجربة، انا اتزوجت لي 8 سنين. نعم. وبعد ال8 سنين في ولد وبنت، وطبعا الظروف الماديه كانت مرتاحه جدا، ولما الظروف بدات تنهار شويه، اهل ام الاولاد، اهل البنت يعني، بداوا يوسوسوا لها ويلعبوا عليها وكده، لما انطلبت الطلاق وللاسف رفعت خلع، ودي من مساوئ الخلع برضه يعني. حاولت بقدر المستطاع بكل الوسائل، دخلت ناس اهل دين، دخلت الناس اللي اللجنه المسؤوله في المحكمه عن الصلح، حاولوا يتدخلوا، قالوا لي انت ما عندكيش اسباب يعني، حرام عليك وكده، وهي مصممه. واخر مرحله وصلت خلاص لاخر جلسه، انا طبعا كرامتي ما تسمحش ان انا اتخلع يعني. علي انا ما عملت شيء، انا كل شيء عملته كويس. فاضطريت ان انا طلعت غيابي على اساس ان انا اوقف قضيه الخلع، وما زلت بس على اهل الخير لحد دلوقتي. انا شايف كل الناس مظلومه، بتقول لك بتتضرب وبتتهان، يعني اغلب القضايا اللي معروضه في المجتمع. نعم. ان المراه فيها مظلوم، طب انا مش هاضم حقها في شيء، انا اللي حقي مهضوم هنا. هيدا اللي كان عم بيقوله يا ابو باسل فضيله الشيخ باول الحلقه، باول لقاء، قال انه مش دائما اللوم على الرجل ومش دائما اللوم على المراه، في حالات وفي حالات شاذه من قبل الاثنين الطرفين. انا بدي اتشكرك ابو باسل. اتصال انجي. انجي مساء الخير. امل مش نسينك تنجاوبك على سؤالك. انجي مساء الخير. الو، مساء النور. مساء النور، اهلا وسهلا فيك يا انجي، تفضلي. اهلا وسهلا. لو سمحتي، انا متجوزه بقالي 1 سنة و3 شهور. نعم. ومن بعد كتب الكتاب، انا كتبت الكتاب في يوم فرحي، بعدها جوزي بيقول لي انا افرحي النهارده كده كده يومك، وانا كده كده هطلقك. انا اخذت الموضوع بهزار، يعني مش كلام ان هو يتقال يوم الفرح. صح. بعد كده حملت، وبقى عندي ابني الحمد لله، انا كرمني بيه، لكن من اول ما اتجوزت لغايه يومنا ده وانا التعامل سيء بالالفاظ وبمد الايد، وغير كده هو مش من مكاني حتى من بيتي، من اول ما اتجوزت وهو واخد مفاتيح بيتي مني، وممنوع ان انا اوصل البيت، وممنوع ان اهلك يجولك، وممنوع حتى الصبر ما يصرفش عليا وانا عنده في البيت. بدات المشاكل تزيد، وهو مسافر، وسافرت له برضه، اتعدى عليا بضرب، واهلي هم اللي كانوا بيجيبوني. كنت بكمل باقي الدراسه ليا، لكن هو ما كانش عايزني اكمل باقي دراساتي، واهلي هم اللي عملوا لي باقي شغلي وكل حاجه، لكن في الاخر بقول له انا بقى عايزه ادخل بيتي وامسك شغلي وبعد كده اجي لك. قال لي مالكيش شقه ومالكيش بيت، وباع كل املاكه اللي موجوده هنا في مصر،
وباع الشقة وقال لي. وطلعتي انت ماشي؟ طلعتي معاكي؟ ما فيش شقة ولا اي حاجة، وكل عفش هناك وكل حاجة هناك، ده هو انا مثبتة بس بأيمة. وهو اصلا مسافر برا مصر. والفكرة دلوقتي ان انا لما رفعت قضية تمكين فوجئت بقى ان هو اصلا قال ان هو بايع الشقة من زمان، وهو ده كان عامل بس مدة عقد ايجار من سنة واحدة. علشان انا ما اقدرش حتى اروح بيتي. وقال لي بعد كده بقى نفقة بقى حليني لما يبقى لك نفقة، وانا مش عارفة فين، انا مش عارفة يعني انا بالضبط الاقي نفسي فين. انا مشكلتي مع قانون، ومشكلتي مع ان هو بني ادم اصلا اناني في الدرجة الاولى. طب انت ما بينتش كل الصفات يعني. انت عندك ولد؟ يعني عندك ولد؟ عندي ولد. عندي ولد بيسأل عن الولد؟ بيدفع لا لا لا، ما بيسألش عن الولد ولا اهله بيسألوا عن الولد، حين هما ناس مستريحين ماديا وهو مستريح ماديا. انا مش فاهمة هو دلوقتي كل مشكلته انت حسسيني بالامان. هو مين اللي المفروض يحسسني بالامان؟ طبعا هو الراجل اكيد هاي بالمنطقة. عم بيسألك الاستاذ استاذ محمد من الدرجة الاولى. طيب في سؤال من استاذ محمد لقليك. انا عايز اسال سيادتك يا فندم، هل حضرتك دلوقتي اتمكنتي من الشقه ولا لسه انت بره؟ لا ما اتمكنتش، انا اصلا مفتاح شقتي سرقوا مني وانا مسافره. يعني هو يعني اقدر اقول لسيادتك يا فندم ان هو تحايل بموضوع ان هو عمل عقد ايجار والكلام ده؟ ايوه، هو باع الشقه وهو قال ان هو عامل عقد ايجار، في حين ان الشقه انا عارفه انها ملكه. تمام يا فندم، دي نقطه. وبالنسبه للنفقه، انت حضرتك حاضنه طبعا معاكي اطفال؟ والنفقه يا فندم؟ لا ما فيش نفقه لغايه دلوقتي، ما اتحكمليش في النفقه، وقال لي حليني لغايه ما يحكموا اصلا. ما زالت في القضاء متداوله يا فندم؟ تمام. طيب انا استاذنك رغده، برضو الحاله دي برضو يا ريت نتواصل مع بعض تليفونيا، وتقدر تاخد الرقم من كنترول برضو. اوكي، خدي رقم الاستاذ محمد. على كل حال شكرا لاتصالك انجي، هيدا الموضوع نحن كمان بهمنا نعطي غير انه على صعيد الشخص استاذ محمد وضيوفنا يكون في نوع هذا نوع من التواصل. طيب ونعطي كمان نصائح لاشخاص كتير عندهم مشكله من هالنوع. بس خلينا امال نجاوبها، وسالتك فضيله الشيخ انه شو بدها تعمل، صارت مطلقه مرتين، ما عندها اهل، ما عندها حدا تروح لعنده، عم تتعرض للضرب وللإهانات، شو فيها تعمل، شو الحل من قبل الدين؟ شوفي، هو أنا هقول حاجة على حاجة، هي اتصال أمل يعني بكانا كلنا. والحقيقة أنه الواحد ساعات بيسأل نفسه كده، هو الدموع لو حد راح يبيع دموعه محدش هيشتريها منه أبدا. يعني لو حد راح في السوق كده وبكى وباع الدمع بتاعه محدش هيشتريه، لكن الدمعة دي عند ربنا لها ثمن غالي جدا جدا جدا. ده صاروخ بيوجه في صدر الظالم، ربنا سبحانه وتعالى هينتقم منه. ولذلك ربنا بيخاطب الرجال، وكيف تأخذونه، ده بالنسبة لحق المرأة، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الكارثة مش في الطلاق، الكارثة بالنسبة للاتصال ده بالذات، هتروح فين؟ ده لا في أب ولا في أم ولا في اهل. طيب شو الحل؟ يعني نحن ما نزال نعطي حلول سريعه لانه عندنا كثير. الحل الوحيد ان هي تحاول. قضيه خلع كانت عم تحكي ما انصحهاش بالخلع، لانه الخلع مش هيديها اي حاجه، هي هتاخد الخلع سواء كان بعد 6 شهور او بعد سنه، يعني طالت الفتره ولا قصرت هي هتاخد خلع، بس مش ده الحل. وماذا بعد الخلع؟ وماذا بعد الطلاق؟ لكن شو الحل؟ شو بتعمل؟ بتعيش بقى وقت العذاب؟ عايزين يعني نحاول مع الراجل، عايزين نحاول مره واثنين وعشرة تاني، ما تيأسش تحاول، لأنه أنا إصلاحه أفضل من إحراقه. يعني إصلاح الزوج أحسن من القطع في الطريق. وإذا كان حالي ما يقوس منه خلاص، يبقى نلجأ إلى آخر حل وهو الطلاق. لكن اللي أنا خايف عليه هي هتروح فين بعد كده. يعني أنا بقول فاتقوا الله ما استطعتم، على قد ما تقدر توازن بين المنافع والمضار. يعني المنفعة في وجودها مع زوج بيهينها شوية، ندعي ربنا يكرمه، توسط حد، تدخل حد، تيجي بيه عندنا في مساجدنا وتقعد معانا ونتكلم معاه ونفهمه ايه الصح من الغلط، لعله يستجيب، لعله ربنا سبحانه وتعالى يصلح قلبه في لحظة من اللحظات، أفضل من أن أنا أدخل في طريق الطلاق من دلوقتي مباشرة. نعم، نحن رح كمان نجاوب من ناحية الاستشارية ومن ناحية القانونية، لأنه أنتم مكملين معنا بعد الفاصل. بس في إجابات على السؤال اللي طرحته صح مروان؟ خلينا نرددها سريعا كمان. منها الإجابات كتير قوي. يعني احنا سألنا الناس عن
ابرز اسباب الطلاق في مصر، وجاي كومنتس كتير قوي. يعني في مثلا عيوش مجدي بتقول لو كل زوج اتعامل مع زوجته زي الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان بيتعامل مع زوجته هتبقى حياه كلها موده ورحمه، ربنا يهدي ازواج وزوجات المسلمين. وفي وليد عباس بيقول العناد وعدم تقديم اي تنازلات من الطرفين حتى تسير الحياه بينهم. ساسو بتقول عدم استحمال وضع الزوج وتقصيره في حق الزوجه. علاء منصور بيقول الطلاق يبدا من الفراش اولا ثم اسباب اقتصاديه ثانيا. وفي ايهاب وني صديق البرنامج هو بعت لنا من باريس بيقول رايي ان مبدا الجواز من البدايه غلط، ومحدش من الطرفين عارف يعني ايه جواز اصلا، والاهتمام دايما بالمظاهر في العلاقه ومفيش ثقافه نقاش بين الاثنين. وفي جاسمين بتقول ان الاثنين بيبقى كل واحد فيهم مخبي حقيقته ومش بيبين الوش اللطيف الحلو، لكن لما بيشوفوا واقع الجواز بيظهر حاجات تانية غير الورد والدباديب فبيضطروا ان هم ينفصلوا. ففي اجابات كتير قوي. طيب مروان، في السؤال اللي انطرح لفضيله الشيخ قبل ما يخدرنا تكون جاوبناها. ايوه استاذه اميره اللي كانت بعتها، اللي هي كانت بتقول ان هي اتطلقت وعندها ولد عنده 3 سنين وكانت بتسال على ان هل ليها نفقه متعه ولا لا، وليها حق في شقه الزوجيه مع العلم انها كانت متاجره وهو طلعها منها وهي خدت العفش منه. هي حاضنه شرعا، هي من حقها ان هو يوفر لها مسكن او يسيب لها الشقه اللي كان ساكن فيها، من حقها نفقه متعه ونفقه عده، من حقها مؤخر الصداق، من حقها القايمه بالكامل، ده من حقها، ده شرعا ده الشريعه الاسلاميه بتبيحه. القانون في الحته دي جاء بيقول الزواج فتره الزواج استمرت قد ايه؟ اكتر من سنتين ولا اقل من سنتين؟ لتحديد نفقه المتعه. لو الفتره اللي تم الحياه بين الزوج والزوجه اقل من سنتين، القاضي بيديله اقصى العقوبتين وبيديله نفقه متعه عاليه جدا. لو الفتره الزمنيه في الزواج استمرت اكتر من سنتين، القاضي بيظن او بياخد بانه ما كانش فيه شبهه تحايل فبيديله اقل الفترتين في نفقه المتعه. فهي شرعا لها نفقه العده ونفقه المتعه ومؤخر الصداق لو ما كانتش خدته، والقايمه بتاعتها لانه القايمه جزء من الصداق. تمام. فضيله الشيخ شكرا كثير لحضورك معنا. احمد صبري اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا نحن رح نتابع مع ضيوفنا الكرام ورح نتابع بتلقي اتصالاتكم لكل شخص بده اي استشاره من الناحيه الزوجيه او الاستشاره من الناحيه القانونيه. تابعونا راجعين بعد الفاصل. عدنا إذن معكم مشاهدين على الهواء مباشرة بحلقة الليلة، والموضوع المطروح هو موضوع الطلاق، ونحن بعدنا بتلقي اتصالاتكم لحتى نتشارك نحن وياكم بتجاربكم وبأسئلتكم. من بعد ما استعرضنا بالفقرة السابقة الأسباب التي قد تؤدي إلى الطلاق، رح نناقش هلا إمكانية الطلاق الودي أو الحبي أو الطلاق بسلام. أكيد هذا الأمر صعب بالنسبة للكتار، بس صدقوني من التجارب الموجودة معنا مش مستحيل. في حالة الطلاق غالبا بتكون أوضاع الأطفال النفسية صعبة جدا، الأب والأم مش طايقين بعض، كارما طفلة محظوظة بأن أهلها محترمين بعض رغم طلاقهم. أسباب بتاعة الانفصال هو كان عدم التوافق، اختلاف الرؤى في الحياة، يعني ما كانش فيه الراحة أو نوعية الحياة اللي كل واحد فينا كان عايزها فعليا. مش شرط إن الناس لما تيجي تنهي جوازها أو تنهي حياتها إنه لازم تبقى بمشاكل وتبقى بخناقات وخلافات ودراما غير طبيعية والناس تكره بعض. طب ما هو ناس اتجوزوا ليه الأول أصلا؟ يعني اتجوزوا علشان بيحبوا بعض وعشان حسوا إنه في حياة ممكن تبتدي حلوة ما بينهم، حتى لو الواقع ما جابش نفس النتيجة، بس يعني في آخر اليوم الواحد خلاص يعني في اختلاف، في رؤى مختلفة، في ناس بتحب حاجات مختلفة، وده ما فيش مشكلة. فاكرة ان احنا لما جينا اتطلقنا كان لينا جروب كده دايما بيجي لنا البيت، شلة بتاعتنا اللي هم الناس الكلوس قوي، هم كانوا 4. فانا واقفه واحمد يعني عامله له كده، هو عامل لي نفس الحركه كده، لافف دراعه على كتفي كده والناس قاعدين ومبسوطين وعملنا عشاء وقعدنا بعد العشاء وواقفين بنتكلم وبنهرج مع بعض كلنا، وبعدين وقفناهم كلهم مره واحده يا جماعه عندنا ليكم خبر ايه، وعملنا وكان حاطط ايده على كتفي كده، دراعه على كتفي وانا حاطه دراعي على كتفه، اللي هو حبيبي ده اخويا يعني شقيقي. رحنا طلقنا على فكره، طبعا مش قادر اقول لكم طبعا الناس كانوا عاملين ازاي، اللي وقع نهار عيط، واللي ايه وازاي، واللي طبعا قالوا كلام زعلوا مننا جدا. ما كانش عندنا قناعه تماما
من فكرة إن طرفين يفضلوا موجودين في 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 جواز وهم مش محققين السعادة بتاعتهم. الكائنات الجميلة دي ملهاش علاقة بالموضوع يعني، فملهاش علاقة بالموضوع خالص، اللي هو أنا بحب بابايا وبحب مامتي وعايز أعيش وسطهم، بس الموضوع ما تمش، فما يبقاش في ضرر أكتر إن إحنا كمان يعني لا نحرم الطفل من أبوه أو من الأم. كل حاجة إحنا بنعملها دلوقتي هي بتصنع التاريخ اللي إحنا في المستقبل أنا بنبص عليه، أو بنتنا هتعرف عنه، أو إحنا شخصين هنعرف عنه. أول سنة كارما كانت قاعدة مع مامتها، وبعد كده السنة الثانية والسنة الثالثة كارما نقلت جت قعدت معايا، فبتبقى قاعدة معايا في خلال الأسبوع علشان الحضانة بتاعتها وعشان المدرسة بتاعتها، فبتبقى قاعدة معايا الخمس أيام بتوع الأسبوع، بتروح لمامتها يوم الخميس بالليل وبترجع يوم السبت. أحمد إنسان جميل، إنسان محترم، يعني شوفوا العروسة يعني والله يمكن العروسة مش أنا بس، يعني إنسان زي الفل وأب مسؤول جدا. المشكلة إن الناس بتنسى اللي جمعهم مع بعض. شفتوا إنه معي حق، ما في شيء مستحيل، هو صعب، ولكن الحالات اللي شفناها هي حالات حقيقية، وهن كمان موجودين معنا داخل الاستوديو. قبل ما رحب فيهم بدي أرجع رحب بضيوفنا الكرام. كريم الشادي، اللي بدي أرجع رحب فيك مرة جديدة، كاتب وباحث في مجال العلوم الإنسانية، وأكيد المحامي أستاذ محمد لميب كمان برجع بحييك. بطلة التقرير معنا اللي كتير استغربوا هذا النوع من العلاقة، بدنا أقول لك أهلا وسهلا فيك يا جيهان، مساء الخير. أهلا وسهلا. وريهام علي كمان، انت يعني عندك نفس التجربه والتجربه الحلوه. كنا عم نمزح ونضحك تحت الهواء، قلتوا صرنا نحب بعضنا هلا اكثر من ما كنا متزوجين. مزبوط. وهذا الشيء بينعكس كمان بشكل ايجابي على الاطفال. رح نحكي عن الناحيه الايجابيه من هذا الموضوع، ولكن في تعليق تما نكون غضينا النظر عن السؤال اللي انطرح عليك من الناحيه القانونيه. ومن ناحيه النفقه، كتار 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 من الستات والمطلقات عم بيعانوا منها، كيف بيقدروا يحصلوا حقهم بالقانون استاذ احنا محمد؟ بنقول للسيدات المطلقات الرغده، بنقول لهم في النفقه بالتحديد تحاول ان هي تطالب السنه بسنتها، يعني ما تعديش عليها سنه، لان بعد السنه ما بتنتهي ما تقدرش تطالب بالنفقه. دي واحد. اتنين، احنا بنقول ان شويه التنفيذ بيبقى صعب يا رغده، بعد ما بتاخد الحكم بالنفقه بتحاول ان هي تنفذه، ويجي يقول لك انا معيش فلوس او التحايل يعني اللي احنا بنشوفه، ولكن احنا بنقولها ان حقك محفوظ وتقدر ترجع عليه بدعوة. الدعوة دي ممكن تحبسه بيها، يعني بيبقى ساعتها يا الدفع يا الحبس. وعايز اقول لك لو اتحبس كمان يا فندم بيفضل المبلغ في ذمته، لان ده بيعتبر دين من الديون اللي بتفضل في رقبه الزوج الى ما لازم يخلصه. بس في تجارب اللي الزوج عم يتهرب من دفع نفقه، بيغير مكان السكن. بيحصل يا رغده، بيحصل. هو الموضوع بيبقى متعب شويه للسيده وللزوجه المطلقه، ولكن يعني في اغلب الامور بيتم التنفيذ الى لما يصل الامر ان هو يا الدفع يا الحبس، ما عندوش حل تاني غير ان هو يدفع عشان ما يتحبس. نعم. فاحنا بنقول لهم بس يعني تابعوا حاجتكم وما تسيبوش الامور عشان تقدروا ان انتوا تحصلوا على حقوقكم. دي نقطه. نعم. النقطه الثانيه، انا حابب ان انا ابلغ سيادتك تحياتي على الهواء مباشره من التقرير الجميل اللي انا شفته، واحنا بنقول ان دي الحاله الثانيه يا رغده، يعني في حاله اولانيه اللي هي الاستاذ هاني اللي كان قاعد مكاني، وحضرتك الحاله الثانيه، وكمان ريهام نفس الشيء. يا فندم تحياتي لسيادتك كمان، بس انا عايز ابلغ حضرتك تحياتي لسبب حضرتك بتطبقي يا فندم عين القانون، الا وهو المصلحه الفضلى للطفل. بنتها بما يناسب بنتها يا فندم، هي حاولت تحافظ على العلاقات اللي كانت بينها وبين زوجها، لان هيفضل ده والدها وهتفضل حضرتك والدتها، فهذه العلاقات يا فندم اللي بينكم المحترمه جدا اللي احنا شفناها في التقرير. صح. انا سعيد جدا ان هي بتظهر. وهذا السؤال كمان حاطينه على السوشيال ميديا، وكريم هيك بنأكد كمان مره انه ما في شيء مستحيل بهذا الموضوع. السوشيال ميديا رح بيجاوبوا على السؤال. صح. شو كيف طرحته مروان؟ هو السؤال انا حطيته على السوشيال ميديا، هل تؤمن بطلاق ودي؟ كيف وممكن ان نحقق ذلك؟ ويعني نتمنى الناس يعني لو وصلت لمرحله الطلاق ان هم كلهم يبقى زي كيس اللي احنا شايفينها دلوقتي، اللي هو الطلاق الودي عشان الاطفال. لكن احنا بانتظار مشاركتكم من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الهواء مباشره، اذا عندكم اي تجربه بتشاركونا فيها. كريم، ليش الناس بتستبعد هالفكره؟ ليه بيقولوا مش معقول الطلاق يعني حرب
ومشاكل وانا رح اكسب وبدي دفعك الثمن وبدي فرجيكي وبدي دفعك الثمن، دائما في تحدي وكانه فكره الطلاق الودي اصبحت مستحيله مش موجوده الا ببعض الحالات الاستثنائيه خصوصا في مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه المتدينه بطبعها. يعني الازمه الكبيره الازمه هي احنا مجتمع ذكوري ده امر لابد ان نتفق عليه. المشكله الكبيره جدا رغدة ان القيم اللي بتحكم المجتمع بتنطبع في كل سلوكنا بعد كده. يعني انا القيم اللي انا متشبع بيها في بيعي وشرائي وتعاملي مع مراتي وتعاملي مع اهلي ومع اصدقائي بتظهر بامر طبيعي. ازمتنا الحقيقيه في المجتمع هي ازمه تربيه وازمه توعيه وازمه قانون حتى. انا عندي عده اختلافات كتير في الحلقه. يعني انا شايف على سبيل المثال فضيله الشيخ تحدث كلام طيب وجميل جدا. الحقيقه ان ايات الطلاق في القران كلها كانت ترتبط بالتقوى. احنا ما نتكلمش في ده خالص، نتكلم حقي وحقك بس. حتى في الدين كان حقي وحقك. بينما ربنا سبحانه وتعالى لما جه يقول الطلاق يا جماعه ده اوبشن محطوط بنلجأ إلي في حاله استحاله الحياه، فربطها بان لابد ان يكون موجود لدى كل طرف فينا حاله من التقوى الداخليه اللي تخليه ما يظلمش. طلق بس ما تظلمش. وحتى في القانون انا طبعا ازمه كبيره جدا، احنا لو فتحنا ابواب المحاكم هنرى مشاكل كتير، بلايا كثيره جدا. فالحقيقه الازمه الحقيقيه هي ازمه يعني تتعلق بشكل كبير قوي بالضمير. اذا ما تواجد الضمير وتواجد الوعي وتواجد الفهم وتواجد الاستشعار الحقيقي لطبيعه العلاقه، هو ايه الجواز ده؟ يعني واحده انا كرجل ذكوري في المجتمع، واحده اخذتها من بيت ابوها مع وعد باني احسن معاملتها واخذتها معايا في بيتي ثم بدات اتعامل من منطلق هي كده فرمانات واجبه النفاذ. عايش بك مش عايش بك. خلاص اخبطي راسك في الحيطه. لو شفنا كل الاتصالات اللي جت لنا اصحابها بيشتكوا من ان مفيش كبير، يعني هو ما عندوش حائط صد يوقفه. خلاص هي امراه والمراه دايما متهمه بالمناسبه. خليني انا اتطلق انا ويحصل حال الطلاق وشوفيني هتعامل ازاي والمجتمع هيبص لي ازاي وهيبص للمراه ازاي. هي صح. دايما متهمه، ما يقولش لا ده اخلاقه كانت سيئه، ما يقولش لا ممكن يكون هو اللي غلطان. لا، المجتمع كله يشير باصابع الاتهام ويقول لك هي الست لو عايزه تعيش هتعيش، وده طبعا غلط. يعني تعيش على حساب كرامتها وعلى حساب نفسيتها وعلى حساب كل حاجه حلوه. يقول لك عيش عشان الولاد على اساس ان الولاد مش بيشوفوا الحرب الدائره في البيت حتى وان كانت حرب باردة بيشوفوها ويحسوها. وللاسف الشديد اسوأ شيء في الدنيا يعني كنا بنتكلم في التقرير اللي قبل ده مين اللي بيدفع ثمن الطلاق، فناس كتير قالت الاولاد. الحقيقه الكارثه الكبرى مش بس الاولاد في ان هم بيتعبوا نفسيا، الولد بان هو بيترسخ لديه بان هو ده نموذج الاسره، اول ما بيكبر عايز يطبقه في اسرته. هو شفت غير كده بيصير نموذج صغير عن اهله. يعني بيكبر. فلما تكلميني عن تقرير زي المتحضر زي اللي انا شفته ده وتجيبي لي بطله التقرير بطلتين بس عندك بطلتين. هلا بدنا انا ما سمعتش غير ريهام لسه. لا هم ثلاثه يا رغده، ثلاثه مين في التاني؟ الزوج كمان يا فندم ده راجل. طبعا انا لكن اربع طبعا يا فندم. رح ابتدي مع ريهام. معلي خلينا نتعرف اكثر على قصتك. مين طلب الطلاق اول شيء؟ اتفقنا على الطلاق. انتوا بشكل قد ايه بقيتوا متزوجه؟ حوالي اربع سنين. اربع سنين. وشو عندكم اولاد؟ بنتي النهارده عندها 20 سنه، طلقنا وهي عندها 5 سنين. فترة. طب ليه حسيتوا انه مش رح يمشي الحال وكيف صار هالاتفاق؟ ما كانش في اي تفاهم خالص نهائي. يعني كانت نقطة او النقطة الوحيدة اللي بتربطنا ببعض هي البنت. فاتفقنا ان احنا ننفصل احسن ليا ولي وليها، يعني لينا احنا التلاتة. كان فيها صعوبة؟ شوية طبعا. هو يعني قرار هد بيت ما هوش سهل برضو، خصوصا لما يبقوا الطرفين كويسين. يعني مفيش خيانة، مفيش حد بيشرب، مفيش حد بيمد ايده. يعني كل الاسباب اللي هي الكبيرة او المنطقية من وجهة نظر المجتمع اللي بتؤدي للطلاق مش موجودة عندنا. فحتى بعد الطلاق لما قعدنا فترة يعني صحاب كانت كل الناس بتقول انتوا هترجع يعني لا انتوا اكيد راجعين. يعني الصداقه الغريبه اللي بعد الطلاق كنا عم نمزح عم نقول بس لا بترجعوا بتحبوا بعضكم اكثر من ما كنتوا متزوجين. يعني كده. حب بمعنى الثاني بيختلف عن حب الزواج. الناس استغربوا كمان الفكره، يعني اليوم ما بيتقبلوها كثير او بيحسوا غريبه الى حد ما. بعدكم اصحاب وبتظهروا سوا؟ لا اكيد، لانه اصلا الفكره بدايتها ان ازاي طلقنا هي اوريدي كانت فكره مجنونه بكل ما
استحمله من الكلمة. ليه؟ لأنه طريقة الطلاق، إحنا مبارح متجوزين وبعد يوم ولا يومين أصحابنا جم وبنتعشى مع بعض، فجأة لقونا واقفين زي الصحاب جدا، وما حس مشكلة إن إحنا ما حسسناهمش بحاجة، يعني دخلوا بيت طبيعي جدا مفيش أي حاجة. ما كانش قبلها فترة عياط وزعيق؟ لا كان فيه، كان فيه بس هو لا بره المجتمع ما صدقش داخل البيت بالزبط. هم ما شافوش، ما شافوش الانهيار، شافونا بنضحك. وبالعكس حتى أنا وأحمد كنا واقفين مثلا نخش نجيب حاجة من المطبخ، نيجي على فكرة دول هيتصدموا صدمة عمرهم، وقاعدين بقى يعني متحمسين ان احنا هننقل لهم الخبر ازاي انه انتوا متطلق. بالظبط، ان احنا اتطلقنا من 48 ساعة. بس هو كان متواجد في البيت، يعني هو طبعا الفترة سألنا فيها انه بيتاح للزوج انه يفضل في البيت اللي هي شهور العدة، فهو كان موجود جزء كبير من شهور العدة لغاية ما زبط اموره ووضعه ونقل. بس ادعشتوا مع بعضكم 6 سنين تقريبا، يعني اقل من 6 سنين، حاجه بسيطه يعني. بس فهي الفكره كلها لغايه النهارده، حتى احنا لما بنيجي نخرج ولا بنتقابل ولا بنتقابل في حاجه اسريه تجمع اسري، كل الناس بتستغربنا وبيقولوا لنا هترجعوا. هي الفكره مش ان لا، مش عشان انا بتعامل معاه كويس، انا بدي اعرف كمان عائلتك بالموضوع، وتحديدا توشا. توشا توشا معنا على الخط، وهي اختك شقيقتك. مساء الخير. هاي توشا. هاي الأخبار؟ كله تمام. هلا نحن مستغربين القصة، بدي أشوف عليكم أنتوا كأهل كيف تقبلتوا الفكرة، وقديه متقبلين أنه بعدهم لهلأ أصدقاء وأصحاب، بتلاقوها طبيعية صارت؟ بصي هقولك على حاجة، أنا زيزي طول عمرها أختي الكبيرة، هي أكبر واحدة فينا، إحنا البنات، إحنا 3 بنات وولد. بس هي دايما كانت وما زالت مثلي الأعلى في حاجات كتير، وبتعلم منها حاجات كتير. انا في وقت من الاوقات كنت بخاف جدا من الجواز، انا لسه متجوزه قريب على فكره. اها مبروك. قديه صار لك؟ قديه صار لك متجوزه؟ شهر 11 اللي فات يعني. عروسه جديده. اوكي بالظبط. مبروك. ثانك يو. بس بقول لك طول عمري كنت خايفه من الجواز والطلاق، وي وي وي، وكنت بشوف ناس كتير قوي بتطلق. بس زي ما قلت لك، لما شفت جيجي اختي مثلي الاعلى في يعني انفصلت عن احمد بهاء. احمد بهاء شخص رائع جدا لحد النهارده، حتى من يومين كنا بنتكلم وبيجي بيقعد معايا في البيت انا وجوزي هو وكارما، وبيقعدوا يقضوا معانا ايام الاسبوع عادي، وبيتغدوا معانا، وكان بجد شخصيه من امتع شخصيات اللي قابلتها في حياتي يعني. فلا يعني في الاول برضه زي ما قلت لك كنت خايفه من الموضوع، واول حد كنت فكرت فيه هو كارما، وكارما ازاي هتعيش ازاي وكل الكلام ده كله. بعد كده رجعت فكرت لقيت ان شخصيه جيهان واهتمامها وحنيتها وازاي كانت بتعامل معايا انا كاختها الصغيره كبنتها، لا اطمنت على كارما. وحتى برضو شفت نفس الموضوع في احمد بهاء شخصيا في اهتمام بنته. على كل حال هيدا كمان اكبر دليل انه قدرت تشلك هالخوف اللي كنت حاسه فيه من خلال هالتجربه الحلوه. بدي اتشكر اتصالك واتشكر مداخلتك واتمنى لك التوفيق. عنا اتصال اخر. هبة مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا فيك يا هبة. بألف خير الحمد لله. شو يا هبة طمنيني. الحمد لله. الاخبار الحمد لله. شو تجربتك، شو خبرتك بالموضوع؟ انا والله يا فندم انا مطلقه يعني من حوالي انا 4 سنين، معايا ولد وبنتين. اوكي الله يخلي لك اياهم. الحمد لله. والله مشكلتي ان انا معايا ابني يعني 10 سنين وبنتي 4.5 وبنت 3 سنين. نعم. نسيت انت بين ابوه بس في الخارج يعني، وهو متجوز وفي الخارج. نعم. بيقعد 3 سنين مثلا، سنتين بطب شهرين يعني حضرتك. اوكي. بس نسيت العيال يعني. يعني مأثر مأثر على أولادك هيدا الوضع، على أبنائك هيدا الوضع؟ طبعا عندي عبد الله بسم الله ما شاء الله يعني قلت 10 سنين، نسيت تحسيت تعبانة. طيب أنا رح أقولك أستاذ كريم موجود معنا الليلة، رح يعطيك بعض النصائح كيف تقدر تساعديهم يتخطوا هالمشكلة. في أي سؤال آخر هبة؟ هاي فندم عايزة حضرتك أقول المحامي، أنا باخد 3 أولاد، بنت ولدي في المدرسة وبنت حضانة لسه التانية سنة ديته. باخد 290 بس برغبتي يعني. عم قطع شوي ال ممكن بس تقولي لي شو السؤال تحديدا القانوني هبة؟ في سؤال قانوني قلتي؟ بقول لك باخد 290. بتاخدي؟ باخد 290 جنيه بس عليه. اوكي. قوليني 4 سنين انا حضرتك هالقرار ده، هل
هل انا حجلي نفس النفقه؟ بالنسبه للنفقه فيها يعلى يعني ال 290 بتاخد نفقه، عم بتقول في يكون في الزوده لقلها؟ النفقه رغده بتتحدد على اساس يسار الزوج ودخله الشهري. فطبعا من الواضح ان دي نسبه من دخل زوجها الشهري. انا عايز اسالها بس، هل زوجها ميسور الحال ولا هل ميسور الحال زوجك يا هبه؟ مبسوط كده، بيشتغل برا. بقى لها قد ايه يا فندم النسبه دي بتاخدها؟ قد ايه صار لك هالنسبه عم تاخديها النفقه؟ حابين ودي يعني طريق المحكمة بخدها لاني سنتين يفلي سنتين. تقدر ان هي تزودها رو. اوكي فيك تزوديها، عم بيقول تقدر تطلب ان هي تزودها. ممكن تطلب انك تزوديها يا هبة. ممكن ازودها فندم حسب القانون طبقا للمتغيرات اللي عند سيادتك يا فندم. سيادتك بتتكلمي في ثلاث اولاد صح كده؟ فندم انا معي ثلاث اولاد، 10 سنوات واربع سنوات والتالت ايش؟ اولاد سيادتك 10 سنوات واربع سنوات وثلاث سنين وثلاث سنين اخر حاجه. تمام يا فندم، تمام يا فندم، ربنا يعينك يا فندم. اوكي، عم يحكي استاذ محمد انه بالقانون بتقدري تاخدي وتعلي النفقه. بدي اتشكرك هبه، واستاذ كريم كمان رح يعطيكي بعض النصائح لنساعد الاولاد يتخطوا هالمرحله. نعم، الحقيقه برضه نرجع لنفس الازمه ونفس المشكله، وهي ازمه التربيه اللي موجوده في المجتمع. الحال ده منطقي. الأب انت عارفة المشكلة، أكبر جريمة بنرتكبها لما ندخل أولادنا طرف في الصراع. يعني أنا بحاول إما أجذبهم لصفي وكرههم في الأم، أو الأم بتعمل كده مع الأب، أو على الجانب الآخر إن أنا أخدهم كارت ابتزاز، طب وريني تربيهم إزاي زي الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دي. فالحقيقة أنا هنا أولا أربى بالأستاذة هبة إن هي تمارس نفس الخطأ اللي هو بيمارسه. يعني انا ما ادخلهمش في ان هم يتكلموا، يعني ما اشتكيش من باباهم قدامهم، ما اتكلمش وعيط واشتكي وبالتليفون وحد بيجي لي واقعد اكلمهم ان ابوكوا سايبكوا ورميكوا كده، لان ده مش هيحل مشكله ولكنه هيساعد في تمزيق داخليه الابناء. لان الابناء في كلا الحال يعني في كل الحالات هم عايزين يحسوا بانتماء وخلاص. فانا ما يعني اذا كان الاب هدم من تجاه الجانب ده، يعني تصرفات عامه، انا بقول لك انا اول حاجه اعملها ده، انا اول حاجه اعملها ان انا اتوقف ابتداء عن ان انا اشتكي قدامهم او ادخلهم طرف بالمعاناه ابوكوا بقى وكده والكلام ده، وما بيدفعش فلوس. وخلي بالك يا فندم من نقطه ان هو هيفضل والدها وهتفضل هي والدتها، النقطه دي مهمه جدا. زي ما سيادتك كده عملتي وشفنا في التقرير، هي محتفظه ان البنت تفضل عارفه ان ده باباها وتفضل متواصله معاه وكانت بتروح له في اجازاتها. ومنتهى الادب والاحترام، وتفضل والدتها يا فندم برضو بتعمل التربيه الخاصه. هي رح تبقى امها في طول. بس طبعا. علشان اكون واقعي، يعني عشان نكون واقعيين، ان الحاله اللي بتكلمني دي مش هقدر اقول لها رسخي عندها ان هو باباكي، بس اقدر اقول لها على الاقل كمرحله اولى. انا مختلف معاكي يا كريم، لازم يا فندم. لا انا مختلف معاكي يا فندم، هيفضل هو والدها. ايوه انا مش هقدر ده. وتحاول ان هي ترسخ ده. هي ممكن تاخد يا فندم، اصل الكمال لله، هي تاخد يا فندم الحاجات الكويسه من والدها، والدها هيزرع فيها الحاجات الكويسه، وتفضل يا فندم هي دلوقتي مع والدتها تفضل بتربيها على الاخلاق والاحترام، وتفضل بترسخ فيها مبدا ان ده والدها. هي مش تقدر تغير ده، هي مش بتشوف ابوها يا كريم، مش بتشوفه. بص حضرتك يا فندم، مش بتشوفه، بس نعمل حساب اليوم ما يتقابلوا يا فندم. انا متفق معاك جدا، انا متفق دايما. ده اللي انا بعمل عشان ما نعملش مشكله نفسيه يا كريم. جزء، ما هو انا ما قلتش غير كده، بس انا بقول جزء من الحل يا اخوانا. انا عشان امشي مثالي واطرح حل مثالي قوي فيكون صعب التطبيق، لكن انا خليني اقول ان انا ابدا ابتداء باني اتوقف عن ده، اتوقف عن اللوم او ان اظهار نقمتي من الاب امام الابناء. اتفضل. نعم. سريعا بس عندي سؤال، اذا رجع ارتبط الاكس هازبند زوجكم السابق، عندكم مشكله؟ انا اكيد ما عنديش مشكله بصراحه. لا اكيد ما عنديش مشكله، لانه الحياه بتمشي، يعني الدنيا بتمشي. بالعكس، انا ممكن يبقى عندي مشكله في حاجه واحده بس، إذا ارتبط بإنسانة تنتهك أي حاجة من العلاقة اللي احنا أسسناها ما بيني أنا وكارما وأبوها. إذا انتهكت حاجة من الحاجات دي، إذا كانت مثلا، ما احنا انا شفت يعني هو اوريدي ارتبط، مش اول مره هو ارتبط، بس مش جواز، بس كان بيرتبط بيشوف حد في مقام مخطوبين او مشي في خطوات جواز. بس لا يعني مره واحده منهم ما كانتش مناسبه تماما. بس انا اظن فندم ان في دلوقتي نوع من انواع التواصل، واتكلمتوا في هذا الشأن لمصلحه الطفل، مصلحه كارما. ريهام شو
لا طبعا ما عنديش اي مشكله خالص، بالعكس انا وصاحباتي كنا بندور له على عرايس يعني. لا اولو اه والله لا هالدرجه. لا بتكلم سيادتك فندم، في سيادتك اللي ترجعي مش العروسه الثانيه. على العكس يعني. لكن ما توفقتي له، ما توفقتي له ولا عروس، ما مشى الحال. لا لا حظه قليل، احنا الاثنين لحد دلوقتي ما اتجوزناش يعني، ما بفقكي 15 ساعه طلاق ومحدش كرر التجربه تانية. انا ما فهمتش السؤال، هل هو ان هو يرتبط بحد تاني ولا انا اللي ارتبط؟ لا هو هو لا هو يرتبط بحد تاني، دي بالعكس انا حتى في التقرير طلبت له عروسه يعني. لا السؤال مش كده يا رغده، بقى السؤال اللي احنا عايزينهم يرجعوا يا رغده، مش حد ثاني. مش بقى اني مبسوطين. لا 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 يا عم طلقنا من الاول. خلينا على الهوا ونرجع. تقريبا 12 سنه واربع ما بقى راح يصبر. مش من عندنا يعني. لا لا مش من عندنا. مروان شو تعليقات الناس على السؤال؟ ضيوفنا النهارده في الاستوديو مختلفين عن السوشيال ميديا شويه، يمكن الناس الصوره مش ورديه قوي كده على السوشيال ميديا، ولو ان في ناس مقتنعه. يعني احنا سالنا الناس عن الطلاق الودي، ففي مثلا هنا عمرو نابه قال من خلال تجربتي لا انا كنت بدفع نفقه وكانت ضخمه جدا، وكنت بدفعها من غير قضايا وكل طلبات البيت، وبعد الانفصال فوجئت بقضيه برضو وبسؤال الست قالت انا مش ضمناك. وفي نوره محمود بتقول اكيد في طلاق ودي، لو الاثنين مش قادرين يكملوا مع بعض هيتفقوا ان هم ينفصلوا. محمد علي بيقول ممكن عشان خاطر اولادهم، وممكن لا لان الطلاق اصلا ساعات بيكون بسبب قله الاحترام بينهم. وفي صلاح عبد الله كاتب لا 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 يعني رافض، مفيش حاجه اسمها طلاق ودي خالص. وفي نانا بتقول نعم في طلاق ودي لما الاثنين فعلا بيكونوا متفقين على الطلاق الودي بشكل محترم. منى ميري بتقول ايوه في طلاق ودي لما الطرفين هم اللي بيقرروا كده، يعني هو لازم الحل فعلا يكون من الطرفين، ولازم الاتفاق يكون من الاثنين مع بعض عشان نقدر نوصل للشكل اللي احنا شايفينه النهارده. يعني بدنا نقول لهم لا لا امبلا في مقابله نعم نعم نعم. واكبر نماذج اللي موجودين معنا الليله. بدي اتشكر كثير حضوركم معنا جان وريهم، اهلا وسهلا فيكم. بدي اتمنى لكم كل السعاده وكل التوفيق على المستوى الشخصي والعائلي. واستاذ محمد لبيب كمان بدي اقول لك شكرا كثير لحضورك معنا، ويا رب كمان تقدم الخير لكل اللي طلبوا الاستشاره. اتمنى ان احنا دايما نحل الامور، صح نحل المشاكل. احنا هيدا كان هدف برنامجنا من بدايته. واستاذ محمد كمان لكل الاشخاص اللي بهمهم اي استشاره قانونيه رقمه موجود بالكنترول روم، فيكم تتصلوا وتستشيروا من الناحيه القانونيه. كريم الشاذلي رح بتتابع معنا بعد الوقفه الاعلانيه، لانه رح نحكي عن الشق الاهم في هذا الموضوع، الاطفال. الاطفال هنا اللي بيدفعوا الثمن بمعظم الاحيان، كيفيه التعامل والناحيه النفسيه رح نعالجها بعد الفاصل. عدنا إذن معكم مشاهدينا لنتشارك بحلقة الليلة المباشرة على الهواء بتجاربكم وآرائكم فيما يخص موضوع الطلاق. بالمحطات السابقة ناقشنا بمسألة الطلاق من وجهة نظر الزوجين اللي بيعيشوا حياة زوجية مستحيلة، وحتى طلاق بيكون مستحيل. وهناك كمان من قرروا أنه ينفصلوا بطريقة حضارية تحت راية زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. وشفنا كمان أنه تعددت أسباب الطلاق وتنوعت وكترت، لكن الأكيد لما بتوصل الأمور إلى استحالة العيش بين الزوجين هناك طرف ثالث لازم يدفع الثمن وهن الأولاد. رح نحكي بهالفاصل عن الأولاد، عن معاناة الأولاد، الأهل اللي رح بيخوضوا هالتجربة أو اللي خضوها كيف ممكن يتصرفوا مع أولادهم لحتى يهينوا شوي المسألة عليهم. بضيافتنا مجددا كريم الشاذلي، برجع برحب فيه، كاتب وباحث في مجال العلوم الإنسانية. أيضا بدي رحب بالدكتور إيمان دويدار، حضرتك استشاري نفسي للأطفال. سمين. بدي أرجع رحب فيك. وبدي رحب بنورهان علي خليفة. نورهان أهلك اتطلقوا أنت وصغيرة وعشتي التجربة، رح تشاركينا اليوم بتجربتك كيف كانت، قدي كانت مرة وقدي كانت حلوة أو سهلة إذا فينا نقول إلى حد ما. كريم رح أبتدي معك، ليه دايما عنا مشكلة أنه نحن ما بدنا نطلق كرمال الأولاد تبقى حياتنا جحيم؟ دايما عنا هذا القلق من كب قلقنا وخوفنا وتشاؤمنا كله على الولاد، لانه نحن مأكدين انه ما راح يكونوا مرتاحين. هل هالشيء صح او لا؟ الحقيقه ان الواقع اللي احنا موجودين فيه اللي بنستمد منه هذا الراي في طرحه بيقول كده، بيقول ان للاسف الشديد في المجتمع نظرا لان الطلاق في معظم احواله
او غالب احواله بيكون طلاق غير متحضر مش زي اللي شفناه قبل الفاصل، فبالتالي بنشوف قد ايه الاولاد بتنتهك براءتهم وطفولتهم في فتره الانفصال دي، سواء كان بادخالهم كما قلنا طرف في هذا الصراع او اللعب بيهم كورق ضغط، احرمك منهم ما احرمك منهم، طب وريني ازاي هتربيهم، عايزاهم مالكيش عندي حاجه، كل الكلام ده. فبالتالي انا كامراه عارفه كويس قوي ان انا لما بفكر في الطلاق ففي ولادي هيكونوا جزء من هذا الصراع، جزء من هذه اللعبه، فبالتالي اقول لك لا، ادوق المر واكتم جوايا وخلاص، والامر بيستمر ولا ان ولادي يتبهدلوا البهدله دي. ونغفل في كثير من، وعلى فكره ده بقدر ما هو امر سامي وجميل ورائع ونرفع القبعه لامهات كتير قدروا يمشوا يعني سفينه حياتهم علشان الاولاد، الا اني ما اغفلش ان في كتير بيوت لابد ان هي يعني يحدث الانفصال، لان وجودهم حتى تحت سقف بيت واحد ما حماش الاولاد من التمزق العاطفي او الحرب البارده اللي انت، المصطلح الجميل اللي انت قلتيه، وفعليا هم بيشعروا بالحرب البارده بالنظرات بالتلقيح الكلام اللي بيحصل ما بين الاب والام من اللوم الدائم، كل ده بيحسوا بيه في اوقات في الحقيقه بيكون الطلاق افضل. اوقات لما يعني انا بالنسبه لي اعيش مع اب او ام افضل من ان اشوف ابويا بيضرب امي مثلا. يعني انا اتحمل الضرب واتحمل الاهانه واتحمل كل ده عشان الاولاد، طب ما بيشوفوا ده. فبالتالي في بعض الاوقات لا، افضل انه يكون طبعا فيه طبعا. وانا بقول دايما اذا بعيش ولد سعيد عنده مشاكل، ليه دايما بيخافوا بيقولوا ما بدي عقده، ما بدي يطلع معقد وعنده مشاكل؟ هو طلع معقد. هو طلع معقد، وانا زي ما قلت لك المشكله الكارثه الكبرى ان هو بيعيش متصور ان هو ده البيت، فبيبدا يطرحه بعد كده لما بيتجوز. هو شاف ابوه بيضرب امه كدليل على السيطره فبيضرب مراته، هو شاف ابوه لازم صوته يكون عالي فبيخلي صوته عالي، شاف ان المراه مهانه فلازم هي تكون مهانه، لازم يكسرها. في ناس بتدخل البيوت على فكره متعلمين ودخلوا جامعات وبيدخل الحياه الزوجيه وده في دماغه لان ده النموذج اللي هو شافه، ودي كارثه. وانا بقول دايما امتى افكر في الطلاق؟ لو شعرت ان حياتي فعليا نسخه مصغره من الجحيم، ان انا بنام وحمله هم اليوم اللي جاي، في الحاله دي لا اتطلق طبعا، حتى لو في اولاد، حتى طبعا الامر مش بيبقى قرار عاطفي، ولكن افكر فيها بعقلي، هجد ان عقلي بيقول لي ان الانفصال افضل كثيرا أفضل ان استمر في علاقه بتستنزفني نفسيا وعاطفيا. نعم. دكتور ايمان، كيف بنحضر الاطفال او الاولاد على فكره الطلاق؟ يعني اذا نحن اثنين اتفقنا نتطلق، كيف بنحضر الولد ليستقبل الفكره؟ طبعا احنا ممكن نحضرهم بس حسب سنهم بقى، هل هو بيمر بمرحله الطلاق دي فهو عنده سنتين، ولا هو عنده 7 سنين، ولا هو عنده 12 سنه، ولا هو عنده في سن المراهقه. سنتين ما بيتاثر صح؟ لا طبعا، لا سنتين طبعا بيتاثر جدا، لانه النهارده الطفل بيحتاج من الام مش بس الرضاعه، اثناء الرضاعه في مداعبه، في حب، الام بتعامل الطفل وان هي حباه. طبعا الحب ده بيخلي الطفل حاسس ان هو سعيد وان هو بامان طبعا، وان هو سعيد جدا بانه هو جنب امه اللي هي بتحبه، والشعور ده بيوصله تماما. لما بيحصل انه يحصل سيبريشن او انفصال ما بين الحب ده والرضاعه، الطفل بيحصل له حاجه اسمها فوميتنج او تقيؤ للبن اللي هو رضعه وهو في عمر سنتين. فعايزه اقول لك بيأثر قد ايه على الطفل وهو عمر سنتين. تخيلي. طب بالسبعه كيف؟ عند 7 سنين مثلا احنا بنقول ان الطفل بيبقى حاسس ان هو دي مرحله صعبه جدا، اللي هي من 6 ل 8 سنين بالذات، ودي بيبقى صعب قوي انه الطفل هنا ما بيبقاش لاقي النموذج اللي يتوحد معاه، وخاصه الذكر. زي الاب اذا كان ولد، يعني اذا كان طبعا ولد. فطبعا انعدام النموذج الابوي للطفل بيحس الطفل ان هو في مشكله عنده، ان هو لازم يلاقي بديل علشان ما يحسش انه ممكن يبقى عرضه لشذوذ الميول الجنسيه في هذه السن. تمام. بينما البنت هنا بتبقى حاسه ان هي بحزن، ببكاء، بغضب، ولكن هي بتحاول تكتم مشاعرها، وخاصه لو الام عندها اتجاهات عدائيه تجاه الوالد، عشان كده هي عشان تامن نفسها ما بتبينش مشاعرها دي قوي، رغم ان هي متضايقه ان الاب ترك البيت وسابها في السن دي. خلينا اقول لك كمان انه في مرحله اخطر بقى، اللي هي من 9 ل 12 سنه، اللي هي مرحله انتقاليه من الطفوله للمراهقه، اللي بنسميها دايما مرحله الطفوله المتاخره، بنقول ان الطفل في الحاله دي بيبقى حاسس ان هو ايه، مستقطب من احد الوالدين، وتجاه وعدائي لاتجاه الطرف الاخر. تمام. في الحاله دي الطفل بيحس ان هو لازم يكسب الاب عن طريق ابتزاز مشاعره، لان هو منحاز للام. تمام. او هو ضد الام على حساب الاب، والعكس صحيح.
فهنا احنا بننمي عند الطفل عدم التسامح، بننمي عند الطفل ابتزاز المشاعر، بننمي عند الطفل ان هو يبقى عدائي تجاه طرف دون الاخر. نعم. فدي مهمه جدا، لكن هنلاقيها شويه بتقل شويه عند مرحله المراهقه، وبنلاقي الطفل هنا لا ما خلاص بقى بلش يستوعب، اتكون بقى خلاص تكوين، بدا خلاص تكوينه يكتمل، بلس ان هو بقى ليه صداقات، بقى ليه علاقات خارجيه، خلاص بدا يستعيد بيها عن اللي بيحصل ما بين الاب والام، وبنلاقيهم بالعكس هم بيبقوا حلقه الوصل ما بينهم وما بين الاب والام. اوقات الاولاد هن بيطلبوا هذا الحل، بل اولاد هن بيطلبوا الحل من اهلهم، بيقولوا لهم اتطلقوا احسن بعمر، بيكونوا تمام. مدركين وواعيين اكثر. صحيح. نورهان قد ايه كان عمرك وقت تطلقوا اهلك؟ كان عندي انا بابايا ومامتي اتطلقوا وانا ماما كانت حامل فيا يعني، او رجعوا لبعض وانا كنت في سته ابتدائي ولا حاجه. رجعوا وانا كنت في سته ابتدائي. وهلا بعدهم اهلك مع بعضهم؟ لا رجعوا اتطلقوا. طيب المرحله اللي اتطلقوا فيها وكنت واعيه قد ايه كان عمرك؟ كان عندي من لما كانوا مع بعض، لما رجعوا اتطلقوا مؤخرا. كانوا كنت انا في تانية اعدادي، كنت داخله ثالثه اعدادي يعني، اتطلقوا من ساعتها لحد دلوقتي هم مطلقين. كيف استوعبت الفكره؟ كنت حاسه انه في مشاكل من قبل؟ كنت شعريه معهم؟ كان في مشاكل في الفتره، انا ما شفتش والدي اصلا لغايه سته ابتدائي، كنت اول مره اشوفه. بعد كده في الفتره من سته ابتدائي للثالثه اعدادي، الفتره دي عشت مع بابا وماما مع بعض. كان في طبعا خلافات كتيره جدا، ما عرفتش، حسيت ان انا بتعامل مع حد غريب مش بتعامل مع بابايا. بس يعني حاولت اتاقلم بس ما عرفتش، يعني ما عرفتش اتاقلم على الوضع يعني. بس هو طبعا في عيوب كتير كتير جدا. الفتره طبعا اللي كانت ماما وبابا فيها منفصلين عن بعض ما كنتش بشوفه، ماما كانت بتتكلم عنه وحش خالص خالص. فحسيت يعني لما جه واتعامل معايا، اتعامل معايا بفكر غير انا كنت متخيله تماما، انه امك مصورت لك اياه بصوره كتير حلوه، على ارض الواقع هو ما عنده هالصفات. بالظبط بالظبط. بس كبرت فهمتي يعني ما اتعاملت معاه حسيت ان لا انت ما كنتيش اللي انت قلتيه ما كانش موجود فيه خالص، فده كان صدمة طبعا كبيرة بالنسبة لي يعني. بس بعديها طلقوا وانفصلوا عن بعض، كانت ماما كانت حامل في أخويا، دلوقتي أنا عندي أخويا برضو عنده 6 سنين دلوقتي، ما شافوش ولا يعرف برضو، نفس القصة بتاعتي. بس أنت بينك وبين حالك صرت تتمنى أنهم يتطلقوا؟ بصراحة يعني في الفترة اللي هم كانوا فيها أنا قلت أنا كنت في الأول أحسن من دلوقتي، كنت نفسيا ودراسيا وكل حاجة كنت مرتاحة، وهم بعاد عن بعض أكتر ما هم كانوا مع بعض. بس اليوم مرتاحة أكتر أنت؟ بالضبط. صح. أنت مع والدتك هلأ صح؟ طيب أنا اتصال معنا وفاء، بركي كمان شاركنا تجربتها. وفاء مساء الخير. زيك عاملة إيه حبيبتي؟ كله تمام، وأنت عاملة إيه يا وفاء؟ أنا حزينة وتعبانة نفسيا. خير قولي لي يا وفاء. هقول نقطة هتعجب المشاهدين قوي. انا فعلا اتبعت الاسلوب الحضاري مع الولاد الاثنين، واخده بال حضرتك ووالدهم. نعم. ونفس الاسلوب الحضاري. اوكي حصل ايه؟ فهو ما اتجوزني يعني، هو بيحبني ما زال بيحبني. اوكي بس انا ظهر شخص في حياتي هو اللي كنت بتمناه. لو حصل وارتبطت بيه بالشخص الثاني هيهددني ويرجع الولاد في أزمات اللي أنا حافظت عليها مدة 15 سنة. فأنا في حيرة أعمل إيه؟ أنا مش سعيدة، بحاول أبقى سعيدة معاهم، هو طول ما أنا قاعدة كده هو راضي. نعم؟ هو بيكون راضي إذا أنت مش مرتبطة، هو مبسوط. أيوة وراضي. أيوة أيوة أيوة. وأنا مش مبسوطة مش سعيدة. أولادك قد إيه صار أعمارهم؟ 20 سنة و14 سنة. طب مش هني كمان بيقدروا ياخدوا قرار مع مين بدهم يعيشوا بهالعمر؟ هم معايا. يا ماما انت مش سعيدة، انت وقفتي جنب بابا كتير وبتحبيه يعني كشخص كصديق يعني مش كزوج. ايوة بس لو حصل ارتباط بشخص تاني هيبقى في اسلوب عداء. فانا مش سعيدة، وبعدين خايفة أخسر الحب ده، مش هلقى تاني يعني في عمري 50 سنة، مش هلقى تاني. هيدا اللي كنت عم تبحثي عنه كل حياتك. أيوة. طيب وفاء رح منجاوبك على سؤال، بركي ضيوفنا بيكون عندهم حل لإلك. بس عندي اتصال من محمد. محمد مساء الخير.
خير يا فندم. اهلا وسهلا فيك يا محمد، اتفضل. اهلا وسهلا فندم. يا فندم، يا فندم والله شكرا، نوره فيك. يا هلا، اتفضل يا محمد. ربنا يعزك يا فندم. انا حضرتك يا فندم متزوج وعندي 3 اولاد. نعم. تمام. وانا ولادي هم نور عينيا. بص حضرتك، انا يعني استحمل اي حاجه في سبيل 3 اولادي. حضرتك، انا يعني زوجتي انسانه طيبه جدا 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 وملتزمه جدا جدا، وايمه بتربيه اولادي يعني على الكتاب والسنه. نعم. وبما يرضي الله، ومعايا كويسه جدا ومخلصه جدا جدا وبتحبيني جدا 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 جدا. المشكله فين يا محمد؟ المشكله فين حضرتك؟ يعني هي حضرتك المشكله الوحيده ان انا يعني اللي انا طالع كده المده كلها فين حضرتك؟ انا مضحي براحتي، انا براحتي انا وسعادتي انا. قاعدها الوحيده يا فندم بقى كل ده ان هي يعني انا مش شايفها الزوجه اللي انا يعني تتمناها. تمام. بس يا فندم دي كل المشكله حضرتك يا فندم بقى دي. انا يعني عبدك، انا يعني اللي انا مبسوط فيه ان هي محافظه على اولادي، محافظه على البيت. اللي ما بتتمنيها بشو يا محمد؟ انت يعني عندك كل هالمواصفات الحلوه، حاسه كانك عم تحكي عن اختك، عن والدتك، بس مش حاسه كانك عم تحكي عن المراه اللي بتحبها او عن زوجتك. سعادتي انا يا فندم، سعادتي انا مش لاقيها يا فندم حضرتك بقى. الحاجات بقى اللي هي اللمسات بتاعت الزوجه اللي هي حضرتك يعني تخلينا انا فعلا يعني مبسوط. انسان مبسوط مش موجوده. ايوه يا فندم، هي بس دي مشكلتي معاها، وانا وجهتها كتير، بس هي يعني بس هي فندم دي الصوره الوحيده اللي انا يعني ايه مش عارف اتعامل معاها ازاي حضرتك. يعني وكانه فهمت منك هي هدفها الاول والاخير مكرسه حياتها لاولادها من دون الاهتمام فيك وبتفاصيل. ما فيش اهتمام خالص يا فندم. فهمت عليك. اوكي. طيب رح نشوف كمان شو الحل مع ضيوفنا، ناخذ بعد اتصال. صاروا في 3 اسئله لكم. اميره مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك يا اميره. الله يخليكي. انا من مرسى مطروح، وكنت عايزه اتكلم برضو عن مشكلتي تشبه شويه مشكله المدام اللي اتكلمت قبل الاتصال الاخراني ده. انا عندي دلوقتي 30 سنه والمفروض ان انا اتجوزت وانا عندي 17 سنه. اتجوزت شخص يقرب لي من بعيد شويه، بس هو كان انا المفروض ان هو كان اكبر مني في السن بكتير قوي، يعني يعتبر كان عنده وقتها 36 سنه وانا كان عندي 17 سنه. وانا يعني يعتبر متعلمه وهو ما كانش مكمل تعليمه وما كانش متعلم اساسا، يعني يعتبر يعني ما دخلش مدارس. اوكي. لما اتجوزته المفروض ان احنا ما عرفناش نتعامل مع بعض. بس انا كان عندي مشكله من الاول ان انا امي وابويا كانوا منفصلين، فكان دايما يقولوا لي احنا خايفين عليكي، اوعي تتجوزي وتعملي تمر نفس المشكله. ايوه، هتتبهدلي زيك وزي اخواتك والكلام اللي هو المفروض. طيب ان احنا حصل ايه يا اميره؟ اتطلقتي منه بعدين؟ انا ما اتطلقتش لسه. المشكله ان انا بقالي دلوقتي معاه 13 سنه، انا جايبه 5 اولاد. اوه اوكي. 3 بنات وولدين. الله. انا عايزه اتطلق منه، مش عارفه. بيضربني. هو بيحبني جدا ومش عايزني اسيبه، يعني دايما يقول لي انت ما تسيبنيش. انا ما سبتيش. بس انا نفسي اعيش حياتي. انا عشت في غربه، انا اتجوزت في بلد غير البلد اللي انا فيها، ولادي حتى مش مستريحين وحاسين كل شويه مشاكل، وانا مش متفاهمه معاه خالص، حاسه ان انا في وادي وهو في وادي. طلبت الطلاق اكتر من مره؟ طلبت الطلاق وهو مش موافق خالص. انا ما طلقكيش، اما عايزه تمشي بالجلابيه اللي عليكي بهدومك وما بيطلع لكش. مالكيش عندي اولاد كمان، ولادك دول مش هتشوفيهم. فانا مش عارفه اعمل ايه، نفسي اعرف اعمل ايه. نفسي حد يقول لي، نفسي اسال محامي يقول لي انا دلوقتي لو طلبت الطلاق او عملت خلع هقدر اخد ولادي. انا اكبر. طيب اميره، اميره لكن نحن انا هلا اللي بقدر اعمله انه بهيدي الفقره رح جاوبك من الناحيه النفسيه والاستشاريه كمان مع ضيوفنا، وبالنسبه للناحيه القانونيه استاذ محمد لبيب اللي كان بضيافتنا اليوم رقمه بالكنترول. اوكي، ما تقفل الخط، رح يعطوك ارقامه لحتى تتواصلي معه وتسالي من الناحيه القانونيه. عندنا 3 مواضيع مهمين بنجرب باختصار نجاوبهم. بالنسبه لوفاء اللي هلا صارت بسن كبير ولقيت حب حياتها وزوجها مهدده، اذا بترتبط بده ياخذ منها الاولاد ولو هن كبار بالسن، تعمل ايه؟
اتفضلي يا استاذ. والله يعني هي المفروض ان هي لقت حاجه هي بتدور عليها، هي تمسك بيها جدا، وان هي تبقى مصره على انها ترتبط بهذا الشخص، لان هي مش هتلاقي فرصه دي تاني مره تانيه، ويكفي ما لقيته من عذابات اخرى، وتعمل حاجه بقى تشوف حكم من اهلها او حكم من اهله، يعني حد هو بيسمع له قوي وحد هو بيرتضي برايه، ويقعدوا مع بعض ويتراضوا، وان هي من حقها تعيش حياتها، وبرده في جو اسري محترم وودي، وبرده الولاد يبقوا محترمين، والولاد يبقوا عايشين عيشه فيها استقرار نفسي، وده اللي هيبقى الحل الوحيد يعني الموضوع. طيب بالنسبه لمحمد، ما تضيعش الفرصه يعني، ما تضيع يعني يا وفاء، يعني قصده دكتور ايمان ما تضيع الفرصه من ايدك، وجربي تحكمي حدا فهمان يقدر يوصل له الرساله. جميل. بس عيشي حياتك، وصراحه الحياه كتير قصيره، ولا تتلذذ بالعيش في دور الضحيه. للاسف الشديد ناس كتير بتحب تشتكي وتشعر بتلذذ في الشكوى. خلاص ولادك بقوا 20 سنه، ما انا هذا اللي استغربته ب 20، وهو وهن حد ولادنا. وعلى فكره انت اول ما هتصدمي هتشوفي يعني ايه، وخلاص والامر منتهي ان شاء الله. يعني يعني اقصد الخطوه هتبقى شديده وقاسيه، لكن بعد كده هو ده الامر الواقع. تقوم بالخطوه، ملوش حق. اوكي تقوم بالخطوه، من حقها، من حقك انك تعيشي حياتك مبسوطه. هل محمد كمان له حق يعيش مبسوط؟ مرته عم يحكي عنه بطريقه كتير حلوه، ولكن مش اذا بدكم معيشته حياته كرجل مش لاقي فيها بما فيه الكفايه انه قدره مره تبسطه بحياته. طبعا هو ما وضحش قوي. محمد واضحه تقريبا هو الفكره، ما وضحش قوي التفاصيل. لكن قال هو مش مرتاح، وهو في حاجات هو بيرغبها هي ما بتعملهاش، بس ما وضح لها النقش. فنحاول بقى نقول له انه تحاول قدر الامكان انك طول الوقت تقول لها، توجهها بطريقه لطيفه. قال صار متكلم معاها عدة مرات يعني، بس كان ما عم تستجيب. نتعب شويه. هل بعد ثلاث اطفال حضرتك النهارده بتكتشف هذا الاكتشاف الخطير ان هي ما تنفعش، او ان هي مش مرغوبه بالنسبه لك؟ لا، اكيد الست دي فيها حاجات حلوه قوي. حط سبوت على الحاجات اللي فيها تفاؤل بالنسبه لك، اللي هي حلوه قوي عندها وقويها، والحاجات اللي فيها ضعف حاول تساعدها تطلع بيها كده وتعلي سقفها. مش كل شويه انا اقول اعيش في دور الضحيه زي ما استاذ كريم تفضل، وبعدين اقول والله عشان الاقي مبرر لزواج باخرى. لا، هنا الست فيها حاجات حلوه قوي، جديره بانك تعيش معاها، جديره بانك تقول لها مره واثنين وثلاثه، جديره بانكم تربوا اولادكم مع بعض. اسمعي بقى دكتوره، الحس الذكوري عندي يعلى برضو شويه. ونخاطب الزوجه برضو. يعني هي الفكره في ايه؟ ان احنا عندنا ازمه في مجتمعاتنا. صح. المصريه تحديدا، مش العربيه، المصريه. ان تتحول المراه من زوجه الى ام بعد اول طفل، والحقيقه بتهمل اشياء كتير. الراجل يظل راجل في النهايه، يظل رجل. فحاجه تقولي ما هو أيوة انا موافق على فكره، انا موافق 100% يعني. معاكي في بره البيت طول الوقت يا فندم. صحيح. انا والله معاكي. انا معاكي في ان انا اعلى بيها، لان طبيعي القعده والبيت والطبيخ والولاد، اكيد بلا شك في تغيرات هتحصل عند المراه. من الظلم ان انا اطالبها ان هي تكون برنسيسه 24. لكن على الجانب الاخر انا بطالبها ان هي ايضا تبذل جهد، وما تتعاملش من منطلق يعني انا اعمل ايه، يعني ما هو شغل البيت وشغل. انا بقول ان المراه مهما كانت المراه الذكيه اللي هي تكون فاهمه كويس قوي ان زوجي اولا ممكن ما يكونش هو واحد واثنين وثلاثه، يعني عندها اهتمامات اخرى، يعني ما بقولش ان هو اقفل عليه حياتي، ولكن اشعره بان هو رقم واحد. لو قدرت تشعريه ده اظن ان انت قدرتي تسلسليه الى حد كبير من ان هو ما يقعش. هيدي نصيحه كمان، خلينا بس نجاوب مع بعض احنا الاثنين في كل حاجه، مش الام بس هي اللي تعمل المذاكره، وهي اللي تعمل النظافه للولاد، وهي ترتب هدومهم وترتب حاجتهم. لكن لو تقسمنا المسؤوليه هبقى انا انثى زي ما هو عايز، وهبقى كمان هو راجل زي ما هي عايزه. نعم. طيب كريم، بالنسبه لاميره اللي كمان قالت صار لها بفتكر 13 سنه عايشه هي وزوجها ومش مبسوطه. كمان اميره بتحط لنا سبوت على نقطه في غايه الاهميه، وهي نقطة للأسف الشديد كتير من بناتنا بيلجأوا إليها، إن هو علشان يهرب من جحيم حياة ما بين أب وأم بينهم مشاكل وأزمات، سواء كانوا مطلقين أو مش مطلقين لازالوا عايشين، فبيحاولوا إن هو يهرب مع أول طارق لباب بيتهم، يعني أول حد يجي، يعني تقول أي حياة أحسن من كده، على الأقل أبقى حرة نفسي. فتتفاجأ بعد كده إن هي راحت لحياة تانية أسوأ من الأولى، واصبحت لابساها طول العمر على الاقل. وانت عايشه مع بابا وماما، كان في وقت، في امل ممكن يجي، في فارس ممكن يجي. الحقيقه ان تحطم هذه الـ يعني الامل ده
بيكون هو اكبر نبع من الاحباط. او انا شايف ان جوازها كله غلط من الاول, كله غلط. طيب لا تكافؤ, إيه لا تكافؤ. ما لازم انا لا اسمعي okay. انا لازم لازم اسس الاول الخطا علشان لما اجي اعالجه اعالج ما انا ابقى عارف اعالج ايه. يعني انا لما تيجي تقولي لي التعليم مش متكافئ, السن مش متكافئ, الحب والعاطفه مش متكافئه, ما كانتش موجوده, وبابا وماما قالوا لي علشان ترتاحي وما يحصلش نفس النموذج يتكرر معاكي, والحقيقه ان هو يتكرر كده. فانا بقول وخمس اولاد خلي بالك, وده للاسف الشديد هي وقعت في مأزق اخر وخطا اخر, اللي هو فكره ان الولاد كمان كترت تشغل بيهم بقى وخلاص وانسى مشاكلي. فاتضح ان هي مش قادره تنسى مشاكلها, لان بعد العمر ده كله 13 سنه اكتشفت ان هي لسه عندها 30 سنه, اصحابها ما اتجوزوش لسه. فبالتالي انا لسه بداتش حياتي, وحسيت ان انا انهكت عليا على كتفي ميراث ثقيل. وانا بقول لها حاولي الى اقصى درجه تستثمري ان هو بيحبك. هي قالت ان هو بيحبني جدا ولا يتخيل العيش بعيد عني. انا بقول لها ان هي تستثمر ده وتحاول ان هي تطلع منه شيء تقدر تبني عليه لحياتها القادمه, الا لو حست فعليا ان حياتها بتنتهك, تنتهك جسديا وتنتهك نفسيا بشكل كبير جدا. في الحاله دي الحاله الوحيده اللي اقول لها ممكن ان هي تتطلق فيها, لكن بالشكل ده انا لا, انا رايي ان هي تحاول تصلح الى اقصى درجه ممكن اصلاح, وتستثمر ان هو بيحبها. نعم, تستغل هذه النقطة. انا كمان مع الراي ده. مروان, ختاما كمان, هل هناك من اضافات على الموضوع اللي طرحته؟ انا سالت الناس هل هم شايفين هل الطلاق بيأثر على الاولاد ما بيكبروا وعلى نفسيتهم, وفي اجماع, يعني يمكن جا كومنتس كتير قوي بس الناس كلها اجمعت ان هم شايفين ان الطلاق بيأثر على الاولاد. يعني مثلا ابتسام احمد بتقول دايما بيبقوا ضايعين ومش لاقيين نفسهم ونفسيتهم تعبانه. هنا بتقول في حاله نفسيه سيئه. علاء منصور بيقول هيحطم الاولاد. يوسف عبد التواب بيقول طبعا بيكون شخصيتهم عنيفه جدا والاطفال بيتحولوا لشخصيات عنيفه. علي عبد المقصود بيقول بكل المقاييس هيصبحوا في حاله نفسيه سيئه سواء اتطلقوا او ما اتطلقوش لو في مشاكل بينهم. ففي ناس كتير قوي, بس هو في اجماع ان الطلاق فعلا بيأثر على الاولاد. وفي اخر الحلقه يعني احب اقول يعني لو كان الجواز هو قرار صعب فالطلاق هو قرار اصعب, لازم يتحسب كويس قوي. ولو الناس قرروا ان هم هيوصلوا للموضوع ده لازم ما يستسهلوش, ولازم يعني يبقى اخر اوبشن خالص, وزي ما يعني الدين الاسلامي بيقول ان هو ابغض الحلال, فلازم نخليه اخر قرار, الناس ما تستسهلش وتروح للطلاق. وخلصت حلقتنا النهارده, ولغايه ما اشوفكم الحلقه الجايه يوم السبت اقول لكم تصبحوا على خير. شكرا لك مروان, وشكرا لكل اللي تواصلوا معنا من خلال السوشيال ميديا. بدي اشكر كمان حضورك معنا, اهلا وسهلا فيك نورهان, وعلى مشاركتك لنا بتجربتك كريم, كمان اهلا وسهلا فيك, وعلى حضورك كمان معنا دكتور ايمان, اهلا وسهلا فيك كمان, افدتونا من خلال معلوماتكم. بس خليني باخر الحلقه اخذ من يلي ذكرتوه انه بالرغم ان احنا نتأيد بافكار, نتأيد بدين, بتقاليد وارثة بمجتمعاتنا, نحن مش عم نقول انه نحن ضد الدين ونحن ضد القيم او ضد المبادئ, ولكن كمان نقطة كتير مهمة, خلينا نفكر بحالنا ونفكر بسعادتنا, لأن لما نكون نحن سعيدين ومبسوطين كونوا على الأكيد هيدا الشيء رح ينعكس على عائلتنا الصغيرة وعائلتنا الأكبر وهو مجتمعنا. بدي أتمنى لكم ليلة وبقية ليلة سعيدة. هيدي كانت حلقتنا لهالليلة, تصبحوا على ألف خير.